السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حسين القاضي في اللقاء الرابع، ويشرفني ويسعدني ان احنا نكون مع بعض في اللقاءات دي. والحقيقة انا بسعد جدا 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 بوجودكم جميعا، وان شاء الله بإذن الله تعالى يعني في اخر، وما لهاش اخر، الموضوع اللي احنا بنعمله ده يعني كل مرة ان شاء الله كل واحد بنتواجد مع بعضنا في اللقاءات دي هيلاقي فرق كبير جدا، ويقدر حتى ان هو احنا في اللقاء الثاني بنتكلم على الايه الكومبيتنسز بيز لاين. الكومبيتنسز لاين كان على ثلاث حاجات، كانت على البيبل وعلى البرسبكتيف وعلى البراكتس، يقدر يراجعها لان دي من اهم الحاجات الموجوده في اللقاءات دي ودي اللي هتبين احنا مدى استفادتنا. كل واحد يحاول يبص كده يشوف هو ايه وصل وايه ووصل ايه من الموضوع ده. النهارده موضوع هام جدا الحقيقه، انا قصدت الموضوعات الاولى كلها تبقى يعني خاصه باداره المشروعات بس، يعني ما بنتكلمش على الكونستراكشن او الى اخره. يمكن اسباب تعثر المشاريع دخلنا في الكونستراكشن شويه لان هو ايه اكثر حاجه بتبقى ظاهره معانا، لكن احنا هنتكلم النهارده في موضوع في غايه الاهميه برضه، يعني انا بقول مش كل مروحه نقول عليه بغايه الاهميه. او كده بغايه الاهميه ليه؟ لان المعروف والمتفق عليه محليا ودوليا وكل حاجه ان اهم حاجه في اداره المشروعات في الكومبيتنسز بتاعه مدير المشروع هي ايه؟ الكوميونيكيشنز. فدي عنوان الموضوع النهارده، كوميونيكيشنز ان بروجكت مانجمنت، يعني الاتصالات في إدارة المشروعات. ودي من أهم الموضوعات الموجودة في إدارة المشاريع، هي كلها موضوعات مهمة، لكن الكوميونيكيشنز دي مدير المشروع أو مدير المشاريع أو مدير البورتفوليو أو مدير البروجرامز أو مدير المؤسسة أو أي مدير بيستهلك 70% من وقته في إيه؟ في الكوميونيكيشنز. النهارده هنتكلم دي الموبايل والايميل بتوعي، لا اللي عايز اي حاجه انا تحت امركم فيها. الاجنده بتاعت النهارده فيها الحقيقه 11 نقطه. انا الحقيقه بقيت معتاد دلوقتي ان احنا ما بقتش لقاء عادي، بقت ايه سهره مع مع اداره المشروعات. طيب هنتكلم ايه بقى في الاجنده دي؟ هنتكلم على مفهوم الاتصال الاول، يعني ايه اتصال؟ لان دي النهارده بقت حاجات كثيره قوي. اتصال ده ما بين واحد بيكلم الثاني لغايه واحد بيكلم الفضاء الخارجي لغايه واحد، هيبان بقى مفهوم الاتصال يعني ايه مفهوم الاتصال. بعدين المحددات بتاعت نموذج الاتصال، احنا في خمس محددات: مبادئ الاتصال الفعال، وبعدين المهارات المطلوبه للاتصال الفعال، اهم عوامل لكفاءه الاتصال، انواع الاتصالات الاداريه. بعدين هنتكلم بقى على ايه لغه الجسد، يعني في الجسم لغه الجسد في الاتصال غير المنظور. طبعا كل حاجه من دول موضوع لوحده، وكل واحد له مرجع، خلي بالنا كل واحد من دول له مرجع، يعني لغه الجسد دي لها مراجع كثيره جدا جدا، وفي بالانجلش في بالعربيك في جميع اللغات، يعني لان دي موضوع مهم جدا. الانصات الجيد، يعني ايه انصات؟ هنشرحه وهنتكلم عليه. وبعدين في بقى الوصايا العشر لتنميه مهارات مدير المشروع في الاتصالات، ده موضوع هام برضه. معوقات الاتصال، الاتصال ممكن يعني ما يبقاش اتصال مجدي ازاي. وبعدين نقطتين هامين جدا وقصدنا ان احنا نعملهم دلوقتي، اللي هو الاجتماع كأحد أشكال الاتصال. لأن الحقيقة على غير الناس كتير ما هي معتقدة إن الاجتماع ما هوش تضييع وقت، الاجتماع ده من أجمل وأسرع وأحسن الوسائل لحل أي مشكلة. بيجتمع الناس كلها اللي هي الستيك هولدرز بتاعت المشكلة مع بعض، وبيعملوا برين ستورمينج، بيتناقشوا مع بعض عشان يوصلوا كلهم لإيه؟ لحل. وبيقدروا يوصلوا لحل عن طريق الاجتماع، يعني كل الناس كلها قاعده مع بعضها. بس المهم ان الاجتماع يدار بشكل يعني علمي بشكل كويس، ما يبقاش مجرد ان انا بجمع الناس عشان اقعد ايه اخطب فيهم
ولا اكلمه؟ لا، ده الاجتماع بيتعمل عشان مدير الاجتماع يسمع الناس كلها، مش هو يسمع الناس كلها يقعد. يعني لما الم مثلا 10 15 واحد وافضل اكلمهم انا طول الاجتماع، اقول لهم الاجتماع ده مع السلامه، ده مش اجتماع، دي خطبه غير عصماء. طيب النقطه ال 12، فالاجتماع ده الاجتماع مهم جدا وهنتكلم عليه، وازاي نديره وازاي نصل فيه لحلول وازاي نستخدمه استخدام جيد، ما يبقاش في الاخر الناس اللي بتعرف الاجتماع تقول ايه الاجتماع ده بيضيع علينا كده. طيب هنتكلم بعد كده على العرض الشفهي البرزنتيشن، وبرضو انا بقصد دايما في كمية الدورات اللي انا كنت بعملها، سواء دورات عامه او دورات خاصه مع في اي حته، يعني اللي هي الحاجات اللي بتبقى يعني ايه، يعني كورس مثلا بنديه مثلا في اسبوع او حاجه، انا بدي العرض الشفهي في الاول. ليه؟ لان في مكسب حقيقي بنكسبه من الموضوع ده، ان احنا كل اللي حضر الكلام ده، اللي حضر معانا اللقاءات، في لحظه من اللحظات هنقول له كل واحد يختار نقطه ويعمل لنا برزنتيشن مثلا ربع ساعه ثلث ساعه، وده هيبقى يعني ايه هيفرق كتير قوي، وهيبان ان هو استفاد فعلا من اللقاءات اللي احنا بنلتقي بيها مع بعض دي. فنخلي بالنا من المواضيع دي، وايه وان شاء الله ان شاء الله تكون النتائج كلها ممتازه معاكم يعني، او مع كلنا مع بعض. طيب مفهوم الاتصال، يعني ايه اتصال؟ الاتصالات هي جوهر العمليات الاداريه. يعني اي عمليه اداريه اللب بتاعها، القلب بتاعها هي الاتصالات. زي ما قلنا ان اي مدير بيستهلك 70% من وقته في الاتصالات. جميع انواعها بقى اللي هتعدي علينا بعد كده. هي بمثابه شريان في جسم الانسان بالنسبه للتنظيم. الاتصالات دي بتبقى زي الشرايين في جسم الانسان. يعني مش 70% بيضيعوا، يعني ان هو يعني لا، يعني المشروع له عقل وله جسم وله ايدين وله رجلين وله معده وله قلب وله كل حاجه يعني. طبعا دي كل دي يعني مش مبالغه، بس هو ده واقع. وهنعرف برضه في الكلام ده لما نبقى نتكلم على الميتنج، على ال 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 التيمز، التيم بيلدينج. فبالنسبه لل لل الكوميونيكيشن او الاتصالات، دي عباره عن شرايين الجسم، اي زي شرايين الجسم اي انسان، بالنسبه للتنظيم او بالنسبه للمشروع. يمكن التعبير عنها بتلك التي يتم عن خلال التعبير والتبادل الافكار والمفاهيم الحقائق والاراء والاتجاهات بين الطرفين او اكثر بالسمه، استخدام طرق واساليب متطوره او غير متطوره. يعني احنا الاتصالات دي عباره عن ايه؟ تبادل افكار، تبادل مفاهيم، وتبادل حقائق، سواء ما بين واحد والتاني، او ما بين واحد وخمس افراد، ما بين واحد و50 فرد، وما بين واحد وشعب كامل. فدي اتصالات، كل دي طرق، دي كل دي ايه اتصالات. يعني ابتداء من واحد بيكلم واحد، بيعمل فيها البادي لانجوج، بيعمل فيها حاجات كتير، لغايه واحد بيدي مثلا ايه خطبه في شعب كامل يعني، او في كميه ناس كتير من الناس. طيب محددات نموذج الاتصال، يعني ايه محددات نموذج الاتصال؟ يعني الاتصال ده عباره عن ايه؟ عن خمس حاجات. خمس حاجات وسهلين جدا برضو، يعني هناخدهم بالراحه، وايه ويعني مش محتاجين تفكير كتير ولا حفظ ولا الى اخره. اول حاجه، اي اتصال لازم يبقى ايه؟ طرفين، سندر وريسيفر، مرسل ومستقبل. لو ما فيش مرسل ومستقبل يبقى ما فيش اتصال. تمام؟ طيب ادي واحده. طيب المحدد الثاني ايه؟ الرسالة. ما لو أنا مرسل ومستقبل ومفيش رسالة ومفيش اتصال، يبقى الاتصال مفيش، صح؟ هناخدها كده براحة عشان إيه؟ نعرفها كده بدون ما نتعب نفسنا ولا نفتح ولا نقعد نذاكر ولا نفكر ونعمل، لا. الاتصال، واحد بيكلم واحد تاني، خلينا في واحد تاني الأول، إنما هي واحد وأي جروب بقى بعديه.
خلاص. في اول حاجه الاثنين دول اسمهم ايه؟ محدد واحد. المحدد الثاني ايه؟ الرساله نفسها، يعني رساله قد تكون مكتوبه او شفويه او مسموعه او مرئيه او لفظيه. طبعا غير اشارات الايه؟ غير اللفظيه اللي اشارات الاشارات او لغه الجسم. طيب الحاجه الثالثه ايه؟ وسائل او قنوات اتصال قد تكون شفهيه وجها لوجه، ودي اول طريقه للاتصال. قد تكون ايه؟ تقارير، قد تكون مطبوعات، قد تكون مكبرات صوت، قد تكون هاتف، قد تكون اذاعه. خلاص. هنا بقى النقطه الجميله برضو، قد تكون لغه اشارات مع ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني انا دلوقتي النهارده لما نلاقي مثلا غالبيه تلفزيونات العالم او اي برزنتيشنز في العالم النهارده، في ناس كتير قوي عندها احتياجات خاصه، ما بتسمعش مثلا، لازم نعمل لهم ايه؟ ما بتسمعش او ما بتتكلمش، ما دايما السمع والكلام بيبقوا ايه؟ مرتبطين ببعض. هيبقى هيحصل ايه؟ بيقعد واحد عنده في لغه الاشارات، يقعد ايه؟ يترجم ال 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 المناقشه او الاتصال بايه؟ بلغه الايه؟ الاشارات مع الاحتياجات الخاصه. طيب احنا اتكلمنا على ايه؟ على ثلاث حاجات، قلنا اطراف الاتصال، الرساله، وخلاص. والنمره الثالثه كان ايه؟ كان او البريفيوس اهو، كان ايه؟ وسائل قنوات الاتصال. هنا ممكن نزود حاجات ثانيه كتير، الفيسبوك، الواتساب، كل انواع الاتصالات اللي هي الايه الجديده، اللي هي ايه؟ اللي احنا بنستخدمها مش يوميه، بنخدمها كل دقيقه وكل ساعه في ايامنا دلوقتي. طيب نمرة اربعه، التشويش. بيعنى ايه بالتشويش بقى؟ التشويش ده اي حاجه، اي حاجه تاثر على الاتصال سلبا هي بتخسره. يعني انا لو جيت التشويش بنسميه تشويش مادي، تشويش نفسي. نتكلم التشويش المادي الاول. التشويش المادي ده تعرضه للرساله او الاتصال. يعني لو في ضوضاء، لو في دوشه، احنا قاعدين بنعمل مثلا لقاء، بنعمل اجتماع في مكتب او في صاله اجتماعات، وبره بقى الناس عماله تزعق وتتخانق وتخبط، او بيغيروا عفش من مكان لمكان او اي حاجه، فدي طبعا ادي ايه؟ ادي نويز اللي هو التشويش. ممكن انا بتكلم في التليفون، عيوب خط التليفون او الشبكه، زي ما دايما ايه بنشوف الكلام ده دلوقتي. عندنا مثلا الاخطاء الاملائيه، واحد جاي يكتب الغرب كتب العرب، او عايز يكتب العرب كتب الغرب، النقطه بتفرق كتير جدا. فيعني ايه برضو دي ايه؟ ده تشويش. يعني اي حاجه غير صحيحه او تؤثر على كفاءه الاتصال اسمها ايه؟ تشويش. ده التشويش المادي اللي هو النورمال اللي احنا كلنا عارفينه ونقدر نشرحه بصوره كده. اللي كان بعد كده التشويش النفسي. التشويش النفسي ده بيجي ازاي؟ في اطراف الاتصال نفسهم. يعني ممكن انا مثلا عندي محاضره، ومثلا قبلها بشويه كان عندي مشكله مثلا مع ابني، مع خطيبتي، مع زوجتي، مع شغلي، مع قصدي مع اي حاجه، ببقى يعني ايه؟ مانيش ايه؟ مانيش يعني مانيش ان فول كاباسيتي ان انا اعمل هذا اللقاء. او واحد جاي مثلا من بيتهم الصبح، اتعذب في المواصلات، لقى مشكله في اي حاجه في الطريق، فدي ايه؟ بيبقى عنده ايه؟ تشويش نفسي. في العوامل دي النفسيه دي يتعرض لها المرسل او المستقبل. يعني يا اما اللي يا هم اصل هم الطرفين واحد، اللي هم الايه؟ اللي هم طرفين الاتصال، اللي هم اللي هو اول حاجه النمبر 1 في المحددات. فعند ده او عند ده، واحد عنده مزاجه مش حلو من الطرفين، واحد متوتر، واحد يعني في اي حاجه مؤثره على نفسيه احد اطراف الاتصال هتخلي الدنيا ايه؟ مش مظبطه. يبقى التشويش اللي هو النويز. طيب اخر حاجه بقى ايه؟ الفيدباك. الفيدباك اللي هو ايه بقى؟ ان انا لما بكلم لما بيبقى في اتصال ما بين واحد والتاني، التاني بيفهم الاتصال بشكل معين، فبيبقى له ايه؟ له فيدباك. استقبل الرساله ازاي؟ وترجمها ازاي؟
فدي حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا، يعني اللي هو الفيدباك او الافاده المرتجعه. يعني ايه؟ ان انا فهمت الطرف اللي هو المستقبل فهم الرساله ازاي وترجمها ازاي ورد فعله كان ازاي. طيب هنا مبادئ بقى الاتصال الفعال، principles of communication. هنشوف الكلام ده هنا ايه موجود هنا. اول حاجه ايه اول مبدأ في الاتصال؟ الهدف. انا ليه عايز اتصل؟ يعني why I want to communicate. تاني حاجه المضمون، انا ايه الموضوع اللي انا هتكلم فيه، او ايه الموضوع اللي انا في الاتصال هتكلم فيه او هعمله، او ايه الموضوع يعني. نمره ثلاثه الشخص مين بيكلم مين او مين بيتصل بمين. وبعدين الوسيله، ازاي هعمل الكوميونيكيشن ده؟ يا ترى هنعمله فيس تو فيس، يا ترى هنعمله على الواتساب، يا ترى هعمله في التليفون، يا ترى هعمله في الاذاعه، يا ترى هعمله في الزوم، يا ترى هعمله في سكايبي. دي اللي هي الوسيله ان انا ايه الاتصال هيبقى ازاي. الوقت مهم جدا. يعني انا لما اجي اعمل اتصال، اعمل مثلا برزنتيشن في مصر في وقت معين، النهارده اي برزنتيشن مكشوف مفتوح للدنيا بحالها. هيبقى الوقت الساعه كام في اي مكان انت متوجه له. يعني انا ما ينفعش مثلا اجي اعمل البرزنتيشن ده مثلا الفجر، او اعمله مثلا الساعه 12 بالليل، هتبقى الدنيا مش مظبوطه. فلازم الاتصال نفسه يبقى في وقت مناسب، في وقت معين. طبعا في اكسبشنز، انا ممكن اتصل بالليل لان في مشكله كبيره مثلا عايزه تتحل، او قبل ما تخلص الصبح، او انا اكون بدرس مشروع او الى اخره، محتاج ان انا مثلا اكلم سب اوردنتس عندي، عايز اسالهم مثلا على تكاليف، اسالهم على طرق، اسالهم على ايه الموجود. يعني اي حاجه نقول لها اكسبشن، نخلي بالنا مفيش حاجه في الدنيا فيهاش تولرنس. مفيش حاجه في الدنيا بحالها. الصلاه فيها تولرنس، الصيام فيه تولرنس، كل حاجه فيها تولرنس. المكان بقى، انا يعني ايه هتصل فين؟ عندنا المهارات المطلوبه بقى للاتصال الفعال. ايه المهارات اللي لازم تبقى عند مدير المشروع اساسا علشان يبقى الاتصال فعال؟ الحقيقه في 19 نقطه نصب عليهم شويه وناخدهم بالراحه، لان دي موضوع مهم لازم مدير المشروع يعمل نفسه تريننج ويفهم، عشان يبقى لما بنقول ان هو هيستغل 70% من وقته في الاتصال، يبقى عارف ايه المهارات المطلوبه منه عشان يعمل اتصال فعال. وهنلاقي في الكمبيوتر. باشمهندس حسين، باشمهندس، ايوه، الصوت فصل عند حضرتك. انا عملت انميوت دلوقتي كده. طيب تمام، لانه هو بس كان فصل، كان في حد عمل لي ميوت وبعدين رجع قال لي اعمل انميوت، يمكن جت بالغلط. ما فيش مشكله، احنا مع بعض يعني. يعني على فكره انا ما بعتبرش نفسي ابدا في محاضره، خلي بالك، احنا في لقاء مع بعض، وفيري فري وفيري كالم، وهو لولا بس ان احنا لو فتحنا المناقشات في النص ممكن الوقت ياخدنا ويسرقنا. فاحنا ايه بنحضر مع بعض كلنا، وبنقول اللي هو الكلام اللي احنا محضرينه، بنتناقش فيه في الاخر مع بعض. لكن عادي يعني، انا مش حاسس ان انا بدي محاضره. ما شاء الله انتوا كلكم ناس اساتذه، وكلكم ناس ديرتوا مشروعات، وكلكم عندكم الكفاءات دي كلها من اولها لاخرها. قد في حاجه مش واخدين بال، حد مش واخد باله من النقطه او الى اخره يخلي باله منها. حد يعني عنده كفاءات معينه ومش مترجمها، او مش واخد باله منها، حتبان. فيعني ما حدش يعتبر دي محاضره، ولا بقى يقعد بقى يعني ان هو يعني لا، دي كلها حاجات بسيطة، وكلها حاجات يعني ايه طبيعية. وزي ما اتفقنا ان الادارة دي ربنا خلقها في البشر وفي الحيوانات وفي الطيور، زي ما كنا بنقول في الاول. طيب المهارات بقى المطلوبة للاتصال الفعال، احنا قلنا هم 19 نقطة.
اول حاجه فيهم الحديث والتعبير اللفظي. ما ينفعش ان انا يعني ما بقدرش اتحدث او ما بقدرش اعبر تعبير لفظي واعمل برزنتيشن اذا كان بقى مع غير ذوي الاحتياجات الخاصه، دول ما بيحتاجوش الحديث او التعبير اللفظي اللي هي الفيربال اكسبريشنز. التعبير غير اللفظي او لغه الجسد، دي الجسد مش الجسم، خلي بالك يمكن يعني فاتت مني الميم ده، النون فيربال. النون فيربال دي مهمه جدا، وعايز اقول لكم على حاجه، دي مش سر، ان في الثمانينات اول ما بدات الكورسز بتاعت بروجكت مارس منتظر على الساحه، يعني احنا بدانا في الموضوع ده الحقيقه سنه 92 82 ايام ما بدانا يعني ندرس الكلام ده ونعمل فيه دكتوراه، كان في دورات اداره مشروعات، كان احد الموضوعات الاساسيه اللي فيها اللي هو الكوميونيكيشنز. هذا الموضوع مين اللي كان بيدرسه؟ تعتقدوا مين؟ كان الاستاذ جلال الشرقاوي، ده كان مخرج. ليه بقى؟ لان هام جدا 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 انت كمدير مشروع ان انت يبقى عندك الموضوع انك تفهم التعبير غير اللفظي ولغه الجسد، او هو مش غير اللفظي، حتى هو اللفظي لكن بشكل معين. يعني ما اجي اقول ايه؟ صباح الخير غير ما اقول صباح الخير، غير ما اقول صباح الخير، صباح الخيرات، يعني ان طريقه اللفظ نفسه ما بيتقال، ده ما يعتبرش تعبير غير لفظي، ده يعتبر يعني هو غير لفظي في الرياكشن بتاعه. يعني انت يعني بشكل او باخر اللفظ اللي انت بتقوله بيؤثر ازاي، انت مطلعه ازاي وبيؤثر ازاي، فده بيحتاج دراسه نخلي بالنا. وده يعني اللي له علاقه بالتمثيل او بالالقاء او بدراسه هذا الكلام، يعرف هذا الكلام كويس جدا يعني. او لغه الجسد، لغه الجسد دي لازم ابقى عارفها، وعلى فكره لغه الجسد دي لها كتب ومراجع كتيره جدا جدا، في انجلش كتير قوي وفي عربي كتير قوي، فدي هامه جدا. لان انت وانت بتدي، وانت في لقاء، وانت في محاضره مثلا او في لقاء او في مؤتمر او حاجه، لازم تبقى عارف كويس قوي لغه الجسد. جدا انا بقول ايه، اللي كان بيدرس الكلام ده او اللي كان بيدي الكورس ده كان بيساهم في الكورس كان ايه، استاذ جلال الشرقاوي الله يرحمه، كان مخرج عظيم، وكان بيعلم مدير المشاريع ازاي يحرك جسده، ازاي يقول مثلا واننا يعني كده مثلا، لو انا لو كده، علشان يعني الكلام ده كله هنتكلم على كام نقطه واحنا بنتكلم على هذا الكلام بعد كده في الديتيلز بتاعتنا. احنا هنتكلم طبعا يعني في امور بسيطه مش امور كتيره عشان نفهم يعني ايه لغه الجسد. اللي عايز يتوسع بقى وعايز يتخصص، وزي ما نقول اي كلمه او اي موضوع بنتكلم عليه هنا، احنا بنتكلم بنخاطب مدير المشروع. اي حد عايز يتخصص في واحده من دول هيز موست ويلكم، ويقدر بقى يدخل ويدرس ويعمل، وفي الاخر قبل ما نخلص يحضرنا في الموضوع ده بشكل متعمق وويلكم. يعني الكتابه او التحرير، يعني انا مدير مشروع لازم اكون قادر على اني اكتب اي ريبورت والصياغه واختيار الجمل واختيار الالفاظ واختيار التكنيكال تيرمز اللي واخدين بال حضراتكم، لما يبقى انجلش في طرق كتابه معينه للخطابات او للريبورتات او الكلام ده كله او لاخره. وان شاء الله ده احد الموضوعات انا الحقيقه ما تطرقتش لها قبل كده، بس في يعني هنشوف يعني في الاخر كده لما يجي ان شاء الله نلاقي ان الدنيا يعني ساتسفايد شويه وعايز نخرج شويه بره الكلام ده، نقدر نتكلم على الايه الكتابه بالنسبه للرايتنج يعني او الايديتنج او التحرير يعني. فالموضوع ده لازم برضه مدير المشروع يبقى ايه عنده قدره على هذا الكلام، ولو ما عندوش قدره على هذا الكلام عنده قدره على مراجعته. لان دلوقتي
الحقيقه في واحد اسمه كونتراكت مانجر، ده ما كانش موجود زمان، دلوقتي ما فيش مشروع او مؤسسه او لما فيها كونتراكت مانجر. الكونتراكت مانجر ده مدير عقود، ده ما اي مستند، اي خطاب، اي حاجه يدخل بخصوص المشروع اللي بيتكلم عليه او الايشيو اللي بيخاطب بيه شركه او بيخاطب بيه مؤسسه، لازم يعدي على الكونتراكت مانجر علشان هو ايه يراجع الكلام او يراجع ويفهم وكل لان في حتى ممكن تبعت خطاب او تستلم خطاب في كلمه واحده تفرق المعنى كتير قوي، زي ايه ارجاع اراضي او ارجاع الاراضي مثلا في الاتفاقات الدوليه، فممكن الف لام تفرق كتير جدا في المعنى وفي المعاني. فعشان في كونتراكت مانجر بيبقى الكونتراكت كويس قوي، فاهم يعني ايه رايت وفاهم يعني ايه ريتنج، ومدير المشروع لازم يبقى فاهم ازاي يراجع هذا الكلام وازاي يبقى اللاست اي او السكند اي بعد اي واحد تحت ايده بيشتغل معاه. طيب التفكير المنطقي والتحليل والاستنتاج، طبعا دي مهمه جدا. التفكير المنطقي دي ازاي نبتدي نفكر في الموضوع، ازاي نعمل له مقدمه، نعمل له الموضوع نفسه، وبعدين ازاي نعمل كونكلوجن ونطلع بيه. التحليل بقى ازاي احلل اي موضوع، اعمل له بريك داون بقى والنقط بتاعته والكلام ده كله من الاول لاخره، واقسمه لنقط مبسطه. وبعدين الاستنتاج بقى اللي هو ايه؟ اللي هو بعد ما احلل افكر واحلل الاستنتاج بتاعي هيبقى ايه؟ الانصات الجيد لجود لسننج. هو احنا كلنا بنستمع انما مش كلنا بننصت، ممكن استمع وانا دماغي مش هنا خالص، او اي حد ممكن يستمع وهو ما هوش الجود لسننج. فبرضه هنتكلم عليها دي برضه بعد كده في الكلام اللي جاي. ان الليسننج ده موضوع تاني خالص، لازم الليسننج يعني زي اللي قاعد في المسجد قاعد سرحان او قاعد مركز مع الامام، اللي قاعد في 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 اي دين تاني في اي حته في اي مكان قاعد بيسمع وبيفهم والليسننج سامع وكل حواسه مع اللي بيكلمه يعني. او لو قاعد في اجتماع او لو قاعد في اي حاجه يبقى ايه الانصات، ان قاعد بسمع وبتفهم كل كلمه وبقدر كل كلمه. طيب النقطه اللي بعد كده الترغيب والاقناع والاقتناع. طبعا الكوميونيكيشن زي ما قلنا اطراف، وبعدين الرساله، وبعدين الانفايرمنت، وبعدين يعني الخمس حاجات. يبقى انا عشان اعمل كوميونيكيشن لازم اقدر ان انا ارغب اللي قدامي في الموضوع اللي انا بتكلم فيه واقنعه بيه، واقتنع لو في حاجه منطقيه وحاجه علميه وحاجه ممكن تفيدني. ما حدش يعني يعتقد ان هو يعني ابو العلم او ابو المفهوميه او الكلام ده كله من اول اخره، اللي بيعتقد كده للاسف بيبقى اكتر واحد بيتكشف يعني. فيبقى ان عندي القدره على ان ارغب اللي قدامي في الموضوع اللي انا بتكلم فيه وانه يستمر معايا فيه، واقدر اقنعه بالحاجه اللي انا وجهه نظري اللي انا فيها. ولو ما اقنعتوش يبقى انا عندي برضه المبدا ان انا اقتنع، مو انا يا هقنع يا هقتنع. طيب ندخل بعد كده اللباقه بقى والتصرف في المواقف الحرجه او الصعبه. يعني اي واحد في كوميونيكيشن بيبقى لابق جدا، يعني واحد مثلا ممكن يبقى واحد قاصد ان هو مثلا يساله سؤال مش قد كده، يقوم يعرف ازاي يكون عنده من الخبره ازاي ومن الكياسه ومن اللباقه ان هو يقدر يرد عليه بدون ما يعمل مشكله، بدون ما يزعله، بدون ما ايه ما يخرج من الموضوع بافكت بباد افكت. وبعدين هو التصرف في المواقف الحرجه او الصعبه، في مواقف حرجه يعني حضرتك ممكن تبقى واقف في بتدي محاضره او بتدي لقاء او بتتكلم عن موضوع، واحد سالك سؤال محرج جدا، ازاي تتخلص من هذا الموضوع او ازاي ترد عليه. او الصعبه ان مثلا تسال سؤال قد تكون حتى عارف رده لكن شايف ان هو ما ينفعش مثلا يتقال على الملأ او يتقال كده، او يبقى لازم يبقى في لباقه
وتصرف في المواقف الحرجة أو الصعبة. دي طبعا حصلت معانا كتير قوي في خلال حياتنا يعني، والله المستعان. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هيسر الأمر، ما يعني ممكن الواحد يعني. وبرضه في ملاحظة أحب أقولها هنا، اللي معاه الميكروفون والكاميرا عنده قوة لازم يفهمها ولازم يبقى عارفها، ولازم يبقى عارف إن هو هيرد وهو يعني الأقدر على إنه يكسب الموقف، بس طبعا بالإيه بالإيه باللباقة وبالخلق وبالاحتفاظ بكل الناس. ما ينفعش إن أنا أزعل حد، مثلا لو أنت في لقاء ولا حاجة وحد تجاوز أو حب إن هو يحرج، إنك تحرجه أو تحطه في مجال مش حلو أو مش كويس. يبقى فيه لباقة مهمة جدا. التفاعل الاجتماعي مع الطرف الآخر، يعني حتى ممكن في أي لقاء سواء أنت وواحد تاني أو في مجموعة أو إلى آخره، يبقى فيه تفاعل اجتماعي. دي لو حبينا نبص على مين أكتر ناس يعني من المشهورين، واحد زي زكر نايك مثلا بيجي يدي محاضرة، بيبقى يعني إيه بيحس باللي قدامه على طول، مهما كانت جنسيته، مهما كان دينه، مهما كان اتجاهه، مهما كان يعني. ده من الناس الحقيقه اللي انا، ودي خطيره جت دلوقتي معاك وانا بتكلم. بيعرف يتكلم كويس، بيعرف يرد كويس قوي، بيعرف يحتضن ياخد اي موضوع الحقيقه يعني مع الطرف الاخر. وغيره في يوسف استس، وغيره في امين السلمي، يعني الناس اللي هي يعني عندها بتتفاعل مع اللي قدامه اجتماعيا وعاطفيا، توازن عاطفي. دي متوازن عاطفي واحد من الانفعال. يعني لو حتى حد تجاوز في 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 اي ميتنج او في اي ديسكشن او في اي اتصال، لازم يبقى انا عندي توازن عاطفي وما انفعلش مهما كان. بعد كده التواجد بمستوى ادراك الطرف الاخر، دي طبعا مهمه جدا. يعني انا يعني لقاء والناس اللي فيه كلهم مثلا، انا بعمل لقاء في مثلا في كليه الهندسه او في الجامعه، فمستوى ادراك الناس اللي موجوده يختلف تماما عن اني بعمله مثلا في مدرسه ابتدائي او مدرسه متوسطه، او اصعب حاجه بقى في الدنيا اللي هو مستوى ادراك كل الناس. يعني الناس بتعتقد ان ايه يعني ده التمثيل ده سهل قوي او المسرح سهل قوي. لا مش سهل، لان انت في الموضوع ده، ولكن طبعا احنا كل واحد لنا له راي في موضوع التمثيل ده. يعني انا طبعا ما بشجعش ابني ولا بشجع نفسي على المجال ده، لكن ده مجهود صعب جدا 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 ان يعني انت تصل لمرحله ان انت تتصل لادراك كل الناس اللي موجودين بشكل او باخر. السرعه في الاتصال، يعني انا كل ما كان الاتصال سريع وفي وقته، كل ما تتحل المشاكل. زي ما قلنا دايما ان هي احنا بنتكلم على، لو كنا بنتكلم على مشاكل، احنا بنقول مشكله لو تحلها في ساعتها او في يوميها، هتلاقيها الكوست بتاعها اقل كتير لو عملتها تاني يوم، اقل كتير قوي لو حلتها بعد اسبوع، اقل كتير قوي لو حلتها بعد اسبوعين، بعد 3 اسابيع. المشكله اللي كانت اسمها مشكله بقت اسمها كارثه وتعلم كتير جدا. التركيز على الهدف من الاتصال، ابقى عارف انا بتصل ليه. يعني احنا قاعدين النهارده مثلا بنتكلم على ايه؟ موضوع الاتصالات. ما اخرجش بقى بره الموضوع واقول ده كذا وكذا، لا، خليني مره لس جوه الهدف بتاعي، ان احنا عايزين نوصل للناس او نوصل لكل الاوديتير ان احنا بنتكلم على ايه؟ على الاتصال. النقطه هنا بقى الانصات الجيد. هنعرفه الانصات الجيد ده وهنتكلم عليه بعد كده. الانصات الجيد ده مش مجرد الاستماع، يعني له شروط. ان انا ببقى يعني في ايماءات بتقولها وانت بتسمع كانصات، يعني ايماءات بالكده هنتكلم عليها بعد كده. او مثلا تقول له طبعا، يطلع نوع من اللزمات كده، الالفاظ البسيطه، تمام، الله ينور. ده اللي هو الانصات الجيد يعني. بعد كده في الملائمه للرسائل والالفاظ المستخدمه في الاتصال. فطبعا كل
هيوصل له هدف. فلازم الرساله والالفاظ المستخدمه في الاتصال تبقى ايه؟ يعني كومباتبل مع اللي انت بتتصل بيه، يعني ما تبقاش يعني خارجه بره الايثكس او خارجه بره العاده او خارجه بره الخلق العامه. يعني الوضوح في الرسائل والالفاظ او الكلمات والعباراتها المستخدمه، لازم الرسائل بتاعتنا تبقى واضحه والفاظنا واضحه وكلماتنا وعباراتنا المستخدمه تبقى واضحه، ما تحتملش عده معاني. كل ما كانت رسالتي واضحه وكلماتها واضحه وعباراتها واضحه وما بتحتملش معاني كتير، كل ما هيبقى الكوميونيكيشن ممتاز. الاقناع بالحجج والبراهين بدا من الجدل. لما نتكلم في موضوع ما نقعدش بقى نستند على ايه ده، انا اللي بعمل وانا اللي بسوي وانا اللي بدرس بقالي 100 سنه وانا اللي بدي محاضرات في امريكا وكندا وانجلترا وانا اللي كلامي لازم يتسمع. لا، ده كلام جدل. الاقناع يبقى بالحجج والبراهين. انا عندي موضوع معين، الحجج اللي عليه ايه والبرهان ان هو ايه صح ايه، دي اللي هي عشان ابقى يعني اوصل كفاءة الاتصال بتاعي لايه، لمستوى عالي، يبقى البرفورمانس بتاعتي في الاتصال عالية يعني. وزي ما قلنا الكومبيتنسز تراجعوها بتاعت البيبل، في حاجات هتبقى في البيبل، في حاجات من الحاجات اللي الابناء هتلاقيها في الايه مع الـ مع الـ 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 يعني الثلاث انواع من البرسبشنز يعني في المحاضره الثانيه في اللقاء الثاني. تقليل اثار التشويش المادي والنفسي على عمليه الاتصال. يعني لو انا مثلا مدير مشروع وفي مثلا دوشه بره او اي حاجه، لو سمحت شويه حضرات حاجات بهذا الشكل، يبقى انا ايه بايه بقلل اثار التشويش المادي اللي موجوده بره بشكل او باخر يعني. اما اوقف مثلا حد بيعمل دوشه جامده جنب المكتب، يا اما يعني اشوف يعني ايه الطريقه اللي انا اقلل التشويش المادي ده، اقل الحدود اللي ما ياثرش عليا وما ياثرش على الكوميونيكيشن بتاعي. النفسي بقى دي مهمه جدا، ودي يعني عاده بتبقى يعني ايه هامه جدا هامه جدا. يعني واحد جاي الشغل مثلا من الناس اللي انا عارفها عندي المشروع، الاقي مثلا وشه مش كده، مش يعني مش عارف يبتسم مثلا في الصبح، مش عارف مش بطبيعته. فانا لازم انا كمدير مشروع يعني اخده كده بالراحه، واخبارك ايه وعامل ايه، الولاد اخبارهم ايه، طبعا هبقى عارف عنه حاجات كده، ولو حد عنده مريض اخبار ابنك إيه؟ يعني يتاخد الموضوع ايه، يعني يعرف ان انت كمدير مشروع بتقدر ان انت ايه تاخد تريحه نفسيا قبل ما تعمل مع اتصال او تعمل معايا. الاهتمام المستمر بالاثر المرتجع والاستفاده منه بتاع عمليه الاتصال. يعني ابقى اشوف الرياكشن ايه واستفيد منه في عمليه الاتصال. بيحضرني حاجه دلوقتي هي يمكن يعني انا يعني ما بحبهاش قوي، لكن لما بتيجي واحد مثلا في في في, في المسرح مثلا وطلع بره السياق وطلع بره الموضوع وراح قايل نكته او قال كلمه ضحكت الناس كلها، فبيروح هو عامل ايه؟ خارج بره بقى السياق بقى، وده عندنا طبعا اساتذه كبار اللي بيقولوا هذا الكلام، يفضل ايه؟ يقعد يضحك في الناس بقى، يخرج بره السيناريو بتاع الموضوع ويبتدي ايه يستفيد منه ان هو يعني ايه يخلي القعده دمها خفيف او البرزنتيشن اللي هو بيعمله دمه خفيف سواء تمثيل او الى اخره. طيب هنا انواع الاتصالات الاداريه. يمكن تصنيف الاتصالات الاداريه الى عده انواع وفقا لبعض الاسرع على النحو التالي. في اتصالات يا اما مكتوبه يا اما شفويه، هنبينها بعد كده في السلايد اللي بعد كده هتبان. يا اما اتصالات لفظيه يا اما غير لفظيه، يعني اما انا هتكلم هقولها يا اما ايه هتبقى بالاشاره مثلا او بالبادي لانجوج اي حاجه. طب يا اما اتصالات راسيه او افقيه، بمعنى ايه؟ يعني انا شيء في شركه انا ماسك مثلا
المكتب الفني. في قسم تاني الكونستراكشن اللي هو البروجكت مانجمنت، في قسم تاني الاي كيو سي، في قسم تالت كذا. خلاص يعني الاتصالات الرئيسيه هي الاتصال ما بين الهيد بتاع الديبارتمنت، يعني لو انا مكتب فني وتحت مني ناس ده اسمه اتصال رئيسي انا بالناس بتوعي. الاتصالات الافقيه ما بين مثلا مدير المكتب الفني والاي كيو سي مانجر ومثلا الكونتراكت مانجر وهكذا، دي الاتصالات الرئيسيه والافقيه. او الاتصالات الافقيه تبقى فين بقى؟ ما بين الناس وبعضها. لما بيبقى الاورجنايزيشن شارت معمول صح معمول كويس وفي سيستم والناس كلها فاهمه مع بعض، المفروض ان يبقى في اتصالات رئيسيه وافقيه تبقى سهله جدا، والاتصالات بين الناس وبعضها. في ناس بتصمم تقول لك ايه؟ يعني مثلا انا مدير مكتب فني، ما حدش يكلم مهندس في المكتب الفني الا عن طريقي. انا شخصيا لا اوافق على هذا، يعني احنا مش بنتكلم في حاجات اسرار ولا اي حاجه الا اذا كان في خلل بقى في الكلام ده كله اخره، لكن المفروض المعلومات والشغل كله من اواخره يبقى ايه؟ يبقى في شفافيه، وفي يعني لان الشفافيه دي نجاح لاي مشروع. طبعا في حاجات بتبقى كونفيدنشال زي موضوع الكوست كنترول مثلا كنا اتكلمنا فيه قبل كده. الكوست كنترول ده يعني مش المفروض يتعرف لكل الناس، لان ممكن مشروع بيخسر وانا مش عايز الناس تعرف عشان ما تتاثرش نفسيا او تخاف ان هي مش هتقبض او الى اخره. يعني ايه ده الكوست كنترول، او مش عايز الناس تعرف مكسبه وخسارته او بيعمل ايه او بيخسر ايه. دي بالنسبه للايه؟ الاتصالات الاتصالات الرئيسيه والافقيه. الاتصالات الداخليه بقى والخارجيه، انا جوه مشروع وعندي هيكل تنظيمي وعندي ناس شغاله معايا في المشروع ده، كل ما يحدث جوه المشروع اسمه اتصالات داخليه. اي اتصال بخارج المشروع بقى اسمه اتصالات ايه؟ خارجيه. يعني اتصال للمشروع، لو انا مشروع مع وانا جوه بروجرام، ما بينك كمشروع وما بين البروجرام ده اتصال خارجي. المفروض اللي يقوم بمين؟ اللي هو مدير المشروع الهيد بتاعه، الا اذا عمل بقى التوكيل لايه؟ لحد ان هو يتكلم باسمه في حاجات معينه. خلاص؟ فايه؟ فالاتصالات دي داخليه وخارجيه. طبعا بالنسبه للشركه نفس القصه. يعني انا لو شركه الاتصالات الداخليه كل ما يتعلق بالشركه عندي هو الهيكل التنظيمي بتاع الشركه. خارجيه لو انا اي حاجه خارج الشركه، سواء بقى بتصل بحكومه بشركات بره بموردين بره باي حاجه، دي تأمة ده اللي بيعنيه كلمه الاتصالات الداخليه والخارجيه. الاتصالات الرسميه والغير رسميه. طيب مش في اجتماعات كتير جدا باجي اقول يا اخوانا كانوا بيقولوا ده كلام رسمي، وفي حاجات معينه بقول لهم ايه؟ فانا خلي بالكم الكلام ده غير رسمي وايه وما يتحطش حتى في الايه؟ في محضر الاجتماع. في حاجات بتبقى ايه؟ كونفدينشال، وبتبقى حاجات يعني ايه؟ ما يعني تسجيلها مش هيبقى مفيد لل 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 للمستقبل يعني بتاع المشروع او للشركه او الى اخره. هنقول غير بشكل غير رسمي مثلا في حاجه معينه او الى اخره. تمام؟ طيب اي انواع الاتصالات الاداريه اهي هنقول اهو. اول حاجه ايه؟ اقول هي مكتوبه او شفهيه. المكتوبه دي عباره عن ايه؟ تقارير، لوائح، تعليمات، مذكرات، نشرات، مجلات، ملصقات. دي الايه؟ المكتوبه، الاتصالات الاداريه المكتوبه. طيب الشفهيه اللي هي وجها لوجه، وجها لوجه، سواء واحد مع واحد او واحد مع مجموعه. طيب اللفظيه وغير اللفظيه. في اللفظيه اللي هي ايه؟ التعبيرات والالفاظ المنطوقه اللفظيه. انا بقول الكلام اللي بقوله ده كلام غير اللفظيه اللي هي لغه الجسد بقى. يعني لغه الجسد دي يعني معروفه ان هي اصدق لغه. يعني ممكن حد يوافق على حاجه وهو مش موافق، او 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 العكس، او مثلا عايز يبين تعبيرات مش كويسه، يعني يقول لك الله ينور وهو يعني لغه الجسد بتاعته والرياكشن بتاعه هيبان برضه لما هنتكلم بعد كده في السلايدز اللي جايه. يعني لغه الجسد دي
لغه لا تكذب الا في حاله واحده، مش بتكذب يعني، بتكذب في حاله ايه؟ التمثيل مثلا او المسرح او وهذا الكلام. هو مش كذب بقى، هو مش عايزك اسميه كذب عشان ما حدش يعني يتهمني بان انا راجعي ولا الى اخره. لكن لغه الجسد مع الانسان العادي مع البشر العاديين، يعني انا وانا قاعد بعمل لقاء واجي ابص الاقي الناس حط ايدها على خدها كده، اعرف ان الناس زائد، لازم يا اما يعني اغير الترند بتاع الموضوع او اقول نكته او اقول قصه او اقول حكايه. وده طبعا احنا في الزوم مش ما بنحسش بالموضوع ده، انما في ما بنعمل برزنتيشن واحنا واقفين واحنا في تفاعل مع الحضور، لازم اللي بيعمل المحاضره يبقى ايه واخد باله من الناس اللي قاعدين معايا، ويحس بيهم ويحس لو هما زهقوا نوقف اخواننا نعمل 5 دقائق وهكذا. احنا بنخمن هنا طبعا بعد مده معينه، بنقول يا اخواننا ايه رايكم نعمل كده. لكن الحقيقه يعني انا لاحظت ان الناس اللي بيحضروا معانا يعني عندهم صبر ايوب يعني، ودايما بيستحملونا وبيكملوا معانا يعني، وانا بشكرهم على كده. دي الصلوات الرئيسيه او الافقيه اللي احنا ايه كنا بنتكلم عليها من شويه، قلنا عليها المره اللي فاتت. الرئيسيه اللي هي بتتبع التسلسل الاداري، والافقيه اللي هي بين الافراد على نفس المستوى، يعني اللي هو مثلا التوب في الليفل الاولاني اللي هو مدير المكتب الفني، مدير المشروعات، الكيو اي كيو سي مانجر، المدير الكيو اي كيو سي، ده ليه كل دول في ليفل واحد، فدول يقدروا ايه ده اللي هو الليفل واحد اللي هو نفس المستوى. دول بينزل تحت دول ليفل تاني، ممكن ليفل تاني يتصل ببعض ما فيش مشكله. الافقيه بقى اللي هي ايه على نفس المستوى، على نفس المستوى. الرئيسيه اللي هي الناس اللي معايا بقى، يعني انا ماسك كيو اي كيو سي تحت هي ليفل، تحت ليفل تاني، يعني انا مثلا سي انا ماسك مثلا ايه كيو اي كيو سي، كيو اي كيو سي معايا ايه بتبقى كيو اتش اس اس اي، يعني كواليتي معايا واحد ايه ماسك الكيو اي كيو سي، وواحد ماسك الهيلث، وواحد ماسك السيفتي، وواحد ماسك السكيورتي، هدول 4 افراد اهو، كل واحد من دول تحتيه ناس، اللي معاه الكواليتي معاه كواليتي كنترولر، ومعاه ايه كواليتي اشورنس ادي ليفل تاني، بتاع مثلا الهيلث معايا مثلا سيفتي، مثلا سيفتي مانجر، سيفتي مانجر معاه ناس تانيين تحتيه. فدول دي الاتصالات الرئيسيه اللي هي بقى باديه من اول التوب لغايه ايه اللي هي بتتبع السيرش الاداري. طيب في الاتصالات الداخليه والخارجيه اللي بنتكلم عليها دلوقتي داخل المنظومه او الاداره او المشروع، يعني في داخل اي منظومه او اي او مشروع اسمها ايه اتصالات اداريه داخليه. الخارجيه بين المنظومه او المشروع وبين اطراف او جهات خارجيه. في اتصالات رسميه او غير رسميه فيما يتعلق بالعمل. الغير رسميه دي بعيده عن جو العمل او جوه العمل، لكن مش ما بنعلنهاش كاي حاجه رسميه لاي سبب احنا شايفينه. لو تسجل هذا الكلام او يعني تحفظ بشكل معين هتاثر على. طيب هنا هنتكلم بقى ايه على النون فيربال كوميونيكيشن اللي هي البادي لانجوج. هنقول يعني امور او شويه حاجات في البادي لانجوج لا تفسيرات. ودي زي ما قلنا ان كان الله يرحمه جلال الشرقاوي، ده كان مخرج كبير، كان بيدي كورس مع اداره المشروعات في الثمانينات، اول 82 83 اول ما بدانا نفصل نتكلم عن الاداره العلميه. طيب اتصال غير اللفظي ايه وبنفهم منه ايه؟ الابتسامه، ببتسم يعني ايه؟ يعني انا مرتاح او راضي او موافق. الابتسامه العاديه الابتسامه اللي هي يعني ايه بتاعتنا العادي، ان انا نكون يعني مرتاح او راضي او موافق، هتبقى هبقى فاهمها. طيب قدم الشفاء بقى، يبقى هنا في ايه؟ عصبيه او غضب او ضيق. طيب واحد رفع حواجبه يبقى في ايه؟ يعني فوجئ بحاجه، يعني سمع خبر يعني حاجه يعني ايه الكلام اللي اتقال فاجئه، هتلاقيه غصب عنه بيرفع حواجبه
او مش مصدق او ما مندهش. رفع الحواجب مع تحريك الشفاه او الكتف، يبقى انا ايه بتعجب، يعني بتعجب او بندهش. يعني رفع الحواجب وتحريك الشفاه، يعني يبقى انا ايه كل ده. الحقيقه مش عايز اقول في كورسات، يعني الـ الناس اللي بتتخصص في المسرح او في السينما او في التلفزيون او الى اخره بيعملوا كده، وعلى الاساس ده برضو كان المديرين المشاريع زمان بيتعلموا هذا الكلام. وده يا اما ان انا كمدير مشروع بعمله علشان اؤكد ان انا جود كوميونيكيتور، يا اما ان انا ابقى ملاحظ كويس قوي اللي قدامي الرياكشن بتاعه ازاي او التصرف غير اللفظي بتاعه ازاي عشان افهمه من غير ما يرد عليا رد لفظي، او الاثنين، وغالبا الاثنين. يعني رفع الحواجب مع ابتسامه مصطنعه كده، يعني يعني واحد بيقول لك ايه يعني، فدي ايه يعني، طبعا ايه دي التهكم او السخريه. طيب ندخل بعد كده على ايه، تضييق العين. ايه في ايه، يبقى انا ايه عدم الموافقه او الشعور السلبي من غير ما اتكلم يعني. بعدين الايماءات بقى الاعلى واسفل، لما انا دي اللي هنتكلم عليها في الاخر، اللي هنتكلم عليها على موضوع الايه اللي هو اللي هو الاستماع، او مش الاستماع الايه اللي هي ال اللهم صل على سيدنا النذير، اللي هي الانصات 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 الانصات، يعني الانصات انا بتابعه وبنصت له ايه كده، حاضر تمام، يبقى المتابعه او الاتصالات او التاثير. الانحناء للامام، ابقى قاعد يعني واحد بيتكلم او حاجه، انا فيها ايه يعني عايز يعني زي الكلام بيخليني عايز يعني احتضن هذا الكلام او اتهم او اخره، فدي بتبان برضه في ايه؟ في الاهتمام او العنايه. الحركه الكثيره في الجلسه على كرسي، يبقى قلق بقى او سأم او تعب. يعني واحد قاعد قدامك يتحرك يمين يتحرك شمال، يعني بيبقى دي يا اما قلقان يا اما سأم يا اما تعب. طيب الاستقامه او الارتداد في الجلسه، يبقى الثقه بالنفس. دي الراجل ده درس مهم جدا، ودي كان احد الحاجات اللي كان بيدرسها الله يرحمه جلال الشرقاوي. يعني ازاي مهما كان ما فيش ما عندكش ثقه في النفس، او انت عايز تمثل دور او وظف نفسه جدا، ازاي تقعد وازاي تقعد في الجلسه تبقى قاعد كده بشكل معين. يعني ساعات تبقى رجل على رجل، ساعات تبقى قاعد مثلا ماسك ايديك كده بتاع، يعني لا يعني اكشنز كثيره او اشكال كثيره، دي عايزه ايه برضو اللي عايز يتخصص واللي عايز يعمل، كتب موجوده وعندنا هنا الانجلش والاي والكلام كله اللي هو بتاع البادي لانجوج. طب الاسترخاء بقى على الكرسي، خلاص بقى سأم او لا مبالاه، يعني دي بتبان واحنا بندي لقاء، ما بقى اللقاء ده يعني ايه مباشر، وانا قاعد كده وانا بدي اللقاء وانا بدي المحاضره، ابص الاقي الناس ايه استرخت كده وايه وخلاص وهتنام او سأمت او خلاص ما عادش بقى مهتم بقى اللي يقولوا، واحنا قاعدين بس مجرد ايه ادب بس عشان الراجل اللي قدامه ده اللي عمال بايه تعب قلبه وعمال بيقول لنا في حاجات. تركيز العين في عين الطرف الاخر، لا الانصات او تركيز الانتباه، يعني واحد انا بتكلم معاه ومركز معاه يبقى عيني في عينه، عايز يعني ايه يعني اخد منه كل حاجه، كل لفظ بيطلع منه، كل همسه بتطلع منه، ده الانصات او تركيز الانتباه. تجنب تلقي الاعين، لما تكلم واحد ومش عايز يبص لك او بيتجنب تلقي الاعين، يبقى هنا في برود او تجنب او لا مبالاه. وما هو اكتر بقى العجز بقى اكتر، اللي بيبقى في حاله ما بيتكلمش كلام صادق او عنده حاجه غلط مش عايزها تبان للطرف الثاني. التثاؤب بقى ده الملل والضجر، يعني ما بيوصل لمرحله بقى ان هو يعني خلاص بقى يعني مل بقى الكلام اللي بيتقال او المواقف اللي قال مش قد كده، فبيحصل له ملل وبيحصل له ضغط. الربط على الكتف، الموافقه او الطمانينه او التشجيع او الصداقه. طيب
احنا ايه لغايه كده كويس، احنا بقى لنا قد ايه؟ احنا بقى لنا ساعه و12 دقيقه او لا، هو مين لي ساعه لان الكلام بدا قبلها. باشمهندس محمود، باشمهندس عمر، رجائي انتوا بتديروا الكلام. ساعه ما تحسوا ان احنا وي نيد 5 او 10 مينتس يعني ريست، يا ريت تبلغوني. سامعيني طبعا باشمهندس محمود باشمهندس عمر؟ لحضرتك يا دكتور. يعني مش عايز احس ان الناس يعني مش مبسوطه او حاسه بضرر او الى اخره. ساعه ما تحسوا ان وي هاف تو تيك يعني ريست، ما فيش مشكله خالص، 15 دقايق احنا قدامنا وقت. نمره كمان الصف الجاي اللي هو ايه الجود دي السنه، احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده. بيختلف عن الاستماع، اللي بيستمع هو بيستمع، انما الاستماع بقى البوط في معاني ودلالات الرسائل اللفظيه التي يتم استقبالها من الطرف الاخر من خلال تركيز الانتباه واظهار الاهتمام. ابعاد عمليه الانصات الفعال، يعني ايه انصات فعال؟ اضفاء معاني ودلالات للرسائل اللفظيه التي يتم استقبالها من الطرف الاخر. يعني ايه تمام 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 مظبوط الله ينور، حاجات صغيره هتبان. يعني ايه استخدام كلمات قصيره خلاص، تركيز الانتباه اظهار الاهتمام، يبقى انا ايه مركز عيني في عينه او مركز عليه وايه وده هيبين بقى ايه ان انا يعني مصد انصات صح وفاهم صح اللي بيتقال وشاعر بالكلام اللي بيتقال. التحقق من دقه المعاني، يعني مثلا يقول مثلا كذا، يعني مثلا ايه الكواليتي الكي كيو سي مهم، قول له انا حضرتك الكواليتي اشورنس مهم جدا، يبقى اعلي الصياغه للمعاني. يعني انا باكد من وراه ان انا يعني ايه ان انا فاهم يعني ايه كيو كيو سي مثلا. الاستيعاب والتحليل والاستجابه في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه. طيب الانصاف الجاي ده هنتكلم لسه على جول السنه. الانصاف مهاره يمكن تنميتها من خلال التدريب والممارسه، وله مظاهر يستدل منها على الايماءات زي ما كنا بنقول، تركيز العين اللي قلنا عليها، استخدام كلمات قصيره بشكل متتالي وغيرها. انت لو قعدت فكرت دلوقتي هتلاقي نفسك هذا الكلام انت عارفه، كلنا علينا نفسنا عارفينه لاننا بنمارسه وبنشوفه، لكن ما ايه ما ترجمناهوش ما كتبناهوش او ما اتحطش قدامنا بهذا الشكل. وزي ما قلنا احنا لقاءاتنا كلها طبعا بناء على قراءات قديمه وبناء على حاجات كتير جدا، لكن الماجورتي بتاع اللقاءات بتاعتنا عباره عن كلام براكتيكال من مشاريع ومن حياه ومن يعني ايه البيست براكتس. طيب بالنسبه لدول الانصاف، اعطاء الطرف الاخر فرصه للارسال والتعبير، يعني انا كل ما هسكت اللي قدامي هي ايه؟ هيديني اكثر. كل ما هسكت اللي قدامي هيديني اكثر. انه يساعد على الاستيعاب والفهم ومن ثم الاستجابه المناسبه. يعني واحد بيكلمني في موضوع افضل سايبه لغايه ما يخلص كل كلامه، ويقول اه ده مش عارف ايه ده اه مش يعني مثلا ايه؟ قول له الله ينور، الله ينور دي مش ما بتقطعوش، انت بتشجعه ان هو يكمل. اقول له تمام بيكمل، انما اقول له طيب بقى خلي بالك لكن مش عارف ايه، لا يبقى انا ايه؟ اعرف كويس قوي ان انا ده الانصات بقى الانصات الجيد. يعني ممكن انصات بس بقطعه، ده ما يبقاش انصات جيد. انصات ان انا بسمع الله ينور تمام الله يفتح عليك كده 100 100 كده، اللي هي الايه الايماءات والحاجات اللي هي ما اللي هي تشجعه تحسسه تديله انتوسياسم ان هو يكمل معاك. سأل الصعب والفهم ومن ثم الاستجابه المناسبه. طيب هنا بقى الوصايا العشر لتنميه مهارات مدير المشروع في الاتصالات. في وصايا عشر هنشوف هنا اول كلمه بتقال ايه؟ توقف عن الكلام قليلا، دي اول نقطه. يعني انا بتوقف عن الكلام علشان ايه؟ علشان ادي فرصه للي قدامي. بتوقف عن الكلام عشان حد يقعد يتكلم. حاول تريح
الطرف الاخر. يعني ما تقعدش تقاطعه، ما تقعدش تشده من حته لحته، لا سيبه يركز ويتكلم ويخلص الموضوع بتاعه. اظهر الطرف الاخر انك ترغب في الاستماع اليه. تمام، الله ينور، تمام، ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك، حاجات كده يعني، اللي هي الالفاظ الصغيره اللي هي ايه اللي انت بتسمعه يحس ان انت مهتم، يحس ان انت فهمت، يحس ان انت عايز تسمع له. لا تشوش على عمليه الانصات. يعني انت يعني اما يبقى حد منصت وكده وانت مثلا موجود في المكان او الى اخره، ما تقعدش بقى تهلل تسقف. يعني مش عايز اتكلم بقى على اذاعه ولا تلفزيون الكلام ده كله عشان ايه ما يخش الكلام علينا ولا حاجه. المهم ان انت اما في عمليه انصات بنسمع مثلا خطبه او بنسمع مثلا كونشيرتو، بنسمع كنتاتا، بنسمع موسيقى مثلا، ما نقعدش بقى نهلل ونعمل ونقف في السكه، لا مثلا ضع نفسك مكان الطرف الاخر. يعني دايما عشان تنمي مهاراتك في المشروع، حط نفسك مكان الطرف الثاني اللي بيكلمك عشان ايه تقدر تماما ان اللي بيقوله ده ايه. طيب هنكمل بقى، كن صبورا، دي مهمه جدا 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 جدا. يعني ممكن الكلام اللي بيتقال ما هوش عاجبك، مفيش مشكله خالص، اصبر اصبر. مش بيعجبك، مش عاجبك بس، ممكن يكون بيهاجمك، ماشي بهدوء وبابتسامه هاديه جدا وتفكر بهدوء جدا، لانك لو اتعصبت واتنرفزت مش هتعرف ترد عليه، وانت ترد عليه زي ما قلنا بشكل يعني في افكس، بشكل في عشان تكسب الجوله، لو اعتبرناها جوله يعني عاده المناقشات بتبقى يعني ايه، يمكن بتبقى حاده شويه بين الناس وبعضها، اللي هم يعني ايه هم نفسهم مش عايزين يوصلوا لبعض يعني. طيب احتفظ بهدوءك، كلما احتفظت بهدوءك في اثناء الكوميونيكيشن كلما كانت نتائج المناقشه او نتيجه الكوميونيكيشن صح، بصرف النظر بقى، بصرف النظر هي مع وجهه نظرك او مش مع وجهه نظرك. يعني تحتفظ بهدوءك حتى لو تم الهجوم عليك شخصيا، ما تاخدش الموضوع يعني على صدرك زي ما بيقولوا في الايه في الامثال، لا حافظ هدوءك كامل وقت نيجي نروح في الكلام، تتكلم بمنتهى الهدوء وترد بمنتهى العلميه وبمنتهى الثبات. ويفضل طبعا يبقى ايدك ورقه وقلم وايه وتكتب اللي انت عايز تقوله او نقاط كده اللي انت عايز تقوله وهكذا. طيب تقبل الانتقادات والاعتراضات، ومال يعني احنا ما يعني ما فيش حد في الدنيا منزل او 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 يعني او 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 كامل زي ما بيقولوا، لا ده انا بالعكس، ده انا لو تقبلت الانتقادات والاعتراضات دي ممكن تبين لي حاجات كثيره جدا جدا واكتسب منها حاجات كثيره جدا جدا. نخلي بالنا يعني بينتقدني ده، ما هو مش يعني ما فيش بيني وبينه يعني الا اذا كان في حاجه شخصيه، لو في حاجه شخصيه الانتقادات والاعتراضات هتبقى يعني ايه باينه ان هي بتهاجم اجزاء شخصيه، انما في الاراء في الشغل لا طبعا، ناخدها بالراحه ونتناقش فيها بطريقه علميه وبطريقه منهجيه وبطريقه سليمه، وكلنا هنكسب من وراها المرسل والمستقبل. اسال في الوقت المناسب، زي ما قلنا مش كل مثلا نقطه تطلع من اللي بيتكلم او انت بتتناقش معاه او انت في كومنتيشن معاه توقفه وتعمل، لا في وقت مناسب هنساله فيه. توقف عن الكلام قليلا، دي الوصيه الاولى والعشره. يعني شوف هنا الكلمه فين بقى؟ يعني توقف عن الكلام قليلا واعمل الثمان حاجات دول، وبعدين ايه؟ توقف عن الكلام قليلا في الاخر. معوقات الاتصال، ايه اللي بيعوق الاتصال بقى؟ احنا قلنا هي في خمس حاجات يعني وفقا لاطراف الاتصال. الخمسه بتاع دول اللي هي التشويش هي نفسها معوق، يعني مش هكتبها هنا. ف
اطراف اول يعني اربع عناصر دلوقتي اللي هم باريرز او المعوقات اللي تخلي الكوميونيكيشن مش افكتيف. اول حاجه وفقا لاطراف الاتصال قلنا اتكلمنا عليها وقلنا معوقات نفسيه وادراكيه. خلاص؟ في معوقات خاصه بالرساله. تيجي رساله مش مفهومه. اتكتبت غلط، جت نقط زياده على حروف. رساله بلغه احنا مش قادرين لا نفهمها ولا نستوعبها. حد بيتكلم مثلا في رساله او حاجه لهجته مختلفه تماما عن لهجتنا ويفهم منها حاجات كثيره جدا احنا مش واخدين عليها مش عارفينها. يبقى المشكله في الرساله نفسها مش في طرف مش في الاطراف. البارير الثالث اوقات خاصه بوسيله الاتصال. يعني انا بتكلم دلوقتي على الموبايل. الموبايل دلوقتي الشبكه مقطعه او انا في حته ما فيهاش شبكه والكلام بيطلع بالعافيه. بسمع نص الكلام ونص التاني ما بسمعوش. بتكلم مثلا على الزوم دلوقتي. الزوم قطع. النت فصل او تردد او الى اخره. فدي معوقات خاصه بوسيله الاتصال. معوقات خاصه ببيئه الاتصال. البيئه بقى اللي بتاع الاتصال اللي احنا فيها. يعني انت لو انت مثلا بيئه الاتصال لو انت مثلا لو انت بتتكلم على فيسبوك او بتتكلم على واتساب او بتتكلم فيس تو فيس البيئه اللي حواليك يعني في اي طريقه بالطرق يعني. فدي ايه الاربع معوقات للاتصال. طيب معوقات الاتصال هنتكلم عليها واحده واحده وفقا لاطراف الاتصال. المعوقات النفسيه والادراكيه بقى دي هندخل فيها بالتفصيل شويه. ايه للاربع انواع المعوقات. التفاوت مستوى الادراك بين المرسل والمرسل اليه. اللي قاعدين بيتكلموا مش كلهم علماء. مش كلهم عندهم على نفس الادراك. واحد بيتكلم في الفقه الاسلامي وفي خمسه سته مثلا على نفس المستوى يقدروا يكلموه ويفهموه وهكذا. في ناس ثانيه بتتعلم الكلام لاول مره. فمستوى الادراك بين المرسل والمرسل اليه تبقى ايه يعني ايه؟ مؤثره تاثير كبير جدا. وهنا يبان بقى ايه التبسيط بقى في الشرح او عمليه العرض اللي هو المبسط اللي انت بتحاول انت تعمله للعامه. يعني كل ما قدرت تبسط الحاجه كل ما انت تبقى ايه نجحت في الاتصال. اختلاف الحاله النفسيه او المزاجيه. واحد جاي يعمل الكوميونيكيشن ده ونفسيته تعبانه او مزاجه مش مبسوط او الى اخره. التفاوت الحضاري والثقافي بين المرسل والمستقبل. واحد يعني مثلا انا مش انا لا أنا يعني يعني لا اؤمن يعني زي ايه فرق العربين على العجمين الا بالتقوى. بفروقات بالنسبه للجنسيه او بالدين او بالثقافه او بالفكره او ما فيش فرق. بس الفكره فين؟ انا بعمل كوميونيكيشن مثلا مع عامل هندي عندي مثلا في المشروع. اما بكلمه بقول له ايه زي ما هو بيقول مثلا يعني كلمه حاجه دي خراب يعني مش مصيبه كبيره لما اسمعها وبضطر ان انا اقولها له يعني هذا في خراب يعني ايه يعني هذا في مشكله. فواخدين بال حضراتكم. فالتفاوت الحضاري ده بيفرق في ايه في عمليه ايه والثقافي. يعني في واحد مثلا لو قلت كلمة عيب جدا عيب جدا 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 يعني في أماكن الكلمة اللي احنا بنشوفها طبيعية عندنا عيب جدا انها تتقال لحد مش 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 فاهم الكلمة دي أو مش عارفها. هي في أماكن معينة يقول له إيه روح عيط على أبوك يا ولد. يعني مش كل الناس يعني بتقول كده خلاص. إنما دي عيط عليه يعني اندهله. دي لهجه انا شفت سمعت الكلام ده مثلا من 50 سنه ولا حاجه. فيعني ايه نبقى فاهمين ان ايه ان التفاوت الحضاري والثقافي بين المرسل والمستقبل. انت راجل مثلا معاك دكتوراه في الفقه وفي الادب وفي مثلا في اي حاجه وبتتكلم مع حد تاني ما سمعش الكلام ده قبل كده. فانت لازم انت تبقى على استعداد ومستعد تماما تتكلم معاه وتفهمه وتفهم منه
وممكن اي واحد من الناس اللي انت بتعتقد ان انت ده انا واخد دكتوراه في الموضوع الفلاني وبدرسه بقالي 70 سنه، ممكن تاخد كلمه صغيره جدا مش من راجل كبير، من طفل صغير، تعدل لك حاجات كتير جدا وتغير حاجات كتير جدا. فزي ما بنقول دايما، لا تغتر لا بثقافتك ولا بمالك ولا بمنصبك ولا بأي حاجة. لا تغتر في أي وقت ولا في أي سن ولا بأي موقف في أي حاجة. تفضل. التشويش النفسي بقى المرسل والمرسل إليه. أنا جاي مثلا اللقاء ده وأنا يعني مزاجي مش حلو، وأنا تعبان من الشغل، وأنا عندي مشكلة مادية، وأنا عندي مشكلة مثلا في معاناة اجتماعية أو إلى آخره، سواء بقى المرسل أو المرسل إليه، ومضطر إن أنا أعمل الحاجة وأجتمع مع واحد أو إن أنا أنزل أحل مشكلة مع حد أو إلى آخره، فده تشويش نفسي المرسل والمرسل إليه. التحيز الناتج عن تأثير الانتقائية. هنا في اللي هو ايه؟ بيسمى السوشيال بيرسبشن. السوشيال بيرسبشن ده موضوع اعتقد احنا برضه لازم ان شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل بعد كده برضه، مش على طول دلوقتي، قدام شويه. اللي هو ميل الافراد الى ادراك او استقبال الرسائل المفضله لديهم والتي تتفق مع تحيزاتهم المسبقه. ده ناس كتير مثلا تقول لك مش عارف الست اللي هي لابسه مش عارف ايه تبقى ايه، الراجل اللي مش عارف مربي دقنه يبقى ايه، الشاب مثلا اللي لابس ايه يبقى ايه. لا، ما يبقاش التحيز بتاعي ناتج عن البريفيوس اللي بيسموها السوشيال بيرسبشن، لا، النظره بتاعتي انا، النظره بتاعتي انا. ده في يقول لك ايه اللي دقنهم صغيره دي، دول ما بيفهموش او مستوى ذكائهم مش عادي. ده يعني ان انا يتربط عندي في 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 داخلي او في 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 كياني ان مثلا الواحد بشكل معين هيبقى عنده نفس العيوب، كل الناس عندها نفس العيوب. لا، في واحد دقنه صغيره كده وبيبقى عبقري وبيخترع الذره وبيعرف نانو تكنولوجي وبيعرف اخر تطورات في الجي 5، وفي واحد تاني يعني مش ده ملهاش اي حاجه. هنا دي كمان في نقطه تانيه مهمه، ان انا دايما الانسان ميال انه يدرك او يستقبل رسائل مفضله لدي. يعني انا ايه عاده من الحاجات اللي هي تفرحني وما غيرها ما استقبلهاش. طبعا ده ايه، ده كلام مش زي ما اتكلمنا عليه. طيب، معوقات خاصة بقى بالرسائل. في رسائل فيها رموز وتعبيرات مستخدمة، لازم أنا أفهم الرموز دي أو تعبيرات معينة. يعني ما أقول مثلا في أي تعبير، سواء تعبير فني أو تعبير اجتماعي أو تعبير بأي شكل من الأشكال، يعني جمل بتستخدم بشكل معين. بعدين طريقة التعبير أو الكتابة، الطريقة نفسها اللي بتعبر بيها أو بتكتب بيها. يعني وطريقة، يعني لو أنت بتعبر فيربال، أنت بتقول إيه؟ ياض، يا ولد، ياض. يعني دي طريقة التعبير نفسها، دي بتبقى يعني إيه، بتفرق كتير قوي. إيه يا ولد؟ يبقى أنا إيه خليته ده حوالد مثلا. طريقة التعبير أو الكتابة، في الكتابة نفسها إن أنا إيه بكتب بشكل ان اللي قدامي يعني يبقى ايه فاهم وعارف وواثق ان انا بقى ايه بكلمه باحترام، بكلمه بشكل حاجه. الاخراج بتاع الرساله، ما اروحش جايب ورقه مثلا قد كده واروح كاتب مصاص ومشخبص وبتاع واقول لك ايه دي رساله انا بعتها. لا، او اجي اتكلم مثلا في وانا بتكلم، او اول ما ابتدي مثلا ما اقولش مثلا السلام عليكم مثلا، او يعني اخراج الرساله نفسها، الموضوع نفسه مش مسلسل، مش مربوط ببعضه. في الاخر مفيش خاتمه كده تظبط الدنيا وتقول يعني ايه اللي هو الاخراج الرساله. يعني ممكن المحتوى يبقى كويس قوي قوي، انما الاخراج بتاعه مش حلو. يعني بيقول لك الامبلاج بياع، اللي هي الشكل بتاع الحاجه، يبقى يعني ايه بيباعها كويس. طول وقصر الرساله،
بيحضرني حاجه دلوقتي، ان في واحد كتب لواحد رساله طويله جدا، ده في الاخر كتب له ايه؟ قال له اعتذر عن طول الرساله لانه ليس لدي وقت لاختصارها. طول الرساله لا يعني ان اللي عملها ده كان عنده وقت كتير جدا، ده بالعكس، لما الرساله تبقى قصيره وجوينت تو ذا بوينت، يعني رايح لنفس النقطه ده كله، ده معناها ان هو بذل جهد كبير جدا 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 هو يختصر هذا الكلام ويوصله بهذا الشكل. ان شاء الله اللي هيجرب يعمل معانا برزنتيشن على النقطه عنده هيحس بالكلام ده كله، وان انت عشان تعمل صفحه فيها خمس ست نقط دول انت بتبذل مجهود كبير جدا ان انت تختصره وتحطهم بشكل، يعني دول ممكن لو جيت تقراهم في كتاب او في مرجع او اي حاجه هتلاقيهم مثلا 15 صفحه. طول وقصر الرساله، توقيت الرساله. توقيت الرساله ده هام جدا، يعني يعني طبعا احنا كلنا فاهمين يعني ما ينفعش مثلا يعني اقول ايه؟ يعني زي بقول لك يا معزي بعد يعني بعد الهنا بسنه يا مجدد الاحزان، مثلا بقول في الفلاحين او في فلسطين يعني كناس بلدي، يعني انا عايز اعزي، اعزي اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ما اجيش بعد شهر واقول له بقاء لله او تسالنا على، لا، يبقى ايه؟ توقيت الرساله. الناس مثلا عندها عيد، ما اجيش انا قبل العيد بشهر وافضل اقول كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، ولا بعد العيد اقول لا، اقول كل عام وانتم بخير ليله العيد مثلا او قبل العيد بيوم او في وقت العيد. التشويش المادي للرساله بقى زي اللي كنا بنتكلم عنه، يا اما لو الرساله فيربل يبقى فيها اي دوشه، لو الرساله مكتوبه تبقى مكتوبه صح وما فيهاش اي حاجه غلط، ما فيهاش نقطه زياده، ما فيهاش بقعه، ما فيهاش لا. يبقى دي النوع الثاني، المعوقات الخاصه بوسيله الاتصال، عدم ملائمه الوسيله المستخدمه. يعني انا مثلا بتكلم في تليفون في موضوع مهم جدا لازم يلزم ان انا اكون ان كونتاكت معاه، يعني مش هتفق على عقد او على بيزنس في التليفون الا اذا كانت حاجه بقى احنا واخدين عليه وعاملينها مع بعض وبنتكلم على نفس، انت عارف هو الى اخره، دي ممكن. انما عاده الوسيله اللي انا بستخدمها للهدف ممكن تبقى غير ملائمه، يعني عدم كفاءه اداه الوسيله. ممكن انا عايز ادي مثلا، يعني في ناس انا بشوفهم دلوقتي مثلا بيعملوا، طبعا كل واحد حر في تصرفه، بيعمل محاضره على الواتساب، يفضل يتكلم ويسجل، يتكلم ويسجل، يتكلم ويسجل، وبعدين بقى يديه المحاضره في الاخر يردوا عليه بقى يكلمه ويسجله. انا يعني ايه لقيت ان دي مش معياش ايه، يعني الواتساب ما هوش اداه لانك تعمل محاضره او تعمل يعني ايه لقاء او تعمل اجتماع زي اللي احنا عاملينه. طب عدم القدره على استخدام الوسيله، انا هشتغل مثلا بالزوم لازم اعرف بالزوم، انا هشتغل بالواتساب يبقى لازم اعرف الواتساب لما ابقى اعرفه. فلازم ان انا الوسيله الاتصال اللي هشتغل بيها لازم اعرفها كويس قوي، ويا اما ان انا بديرها بنفسي وابقى فاهم ان كيس اوف بروبلم هتصرف ازاي وهعمل ازاي، او في somebody else، يعني حد هيكون يعني زي حالتنا اللي احنا فيها دلوقتي، احنا معانا ناس ما شاء الله محترفين وناس عارفين كويس قوي واي مشكله هتحصل هنتصرف فيها زي مع بعض. التشويش المادي الذي قد تتعرضه الوسيله، احنا ممكن في مثلا في اي حته بندي مثلا لقاء مثلا في محاضره او حاجه ونلاقي بص الناس جنبنا مثلا ورشه نجاره عماله دق عماله تخبط، ورشه حداده عماله تعمل صوت، او ناس قاعدين من تحت مثلا عاملين مظاهره، فدي كل دي تشويش مادي ممكن تتعرضه الوسيله. طيب موقعات خاصة ببيئة الاتصال، التشويش الخارجي من البيئة المحيطة بعملية الاتصال، بياخد طبعا الكلام اللي قلناه قبل كده، ضغوط وعمل خارجية على أطراف الاتصال. يعني ممكن طرف الاتصال مضغوط عليه بشكل أو بآخر إن هو ما يفصحش عن كل حاجة، أو لو أفصح عن حاجة يبقى بترتيب معين مع أطراف خارجية أو إلى آخره. دي دخل في حاجات كتير قوي 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 قوي.
وبيحضرني منها مثلا دلوقتي يعني اعمال التجسس مثلا، واعمال اي حاجه يعني. يعني بيبقى في ضغوط عمل خارجيه على الاطراف في الاتصال، اطراف الاتصال نفسها عليهم ضغوط ان هو يقولوا كلام معين او يقولوا حاجه معينه. طيب هنا موضوع تاني وموضوع هام اسمه الاجتماعات كاحد اشكال الاتصال. هل تحبوا ناخد 5 minutes ونبتدي نتكلم على، لان ده مهم، عندنا موضوعين فاضلين، الاجتماعات هنتكلم عليهم، وبعد كده عندنا الايه البرزنتيشن ازاي نعمله وازاي نظبطه وازاي نعمله. ايه رايكم يا باشمهندس محمود؟ هل ناخد 5 دقائق او 10 دقائق ولا حاجه ونتكلم على الموضوعين دول؟ باشمهندس محمود. تمام يا دكتور. لو باشمهندسين بعد اذنكم، لو في حد عايز ياخد بريك ولا حاجه، يعني رايكم في الشات كده، او يعمل يس اذا كان حابب ياخد بريك، او نو لو حابب نكمل. مع ملاحظه ان احنا عندنا موضوعين فاضلين، الاجتماعات والايه والبرزنتيشن، ودول موضوعين هامين جدا 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 جدا. فلو عايزين بريك اعملها برفع الايد يا محمود او بشكل او باخر، ان اللي موافق ان احنا نكمل ريز هاند، اللي مش موافق يعني شوف الطريقه ان احنا ايه نصل للناس، يعني ما نبقاش يعني احنا يعني كلنا يعني. طيب هو اغلب الناس يا دكتور تقريبا بيطلبوا ان احنا نكمل، يعني احنا نكمل. ممتاز والله، ممتاز والله، انتوا صابرين جدا، ويعني تاخدوا جائزه نوبل في الصبر، يعني ربنا يجازيكم كل خير ان شاء الله. يعني ربنا ان شاء الله ايه يعني يقدرنا ان احنا نقدر يعني ايه نخليكم يعني ايه تكونوا استفدتوا فعلا بالتايم ده، لان انتوا بتنفقوا تايم معين في السماع وفي الكلام ده كله. فجزاكم الله خيرا، وربنا يقدركم ان شاء الله، ووصلنا جميعا لاهدافنا الجميله يعني ان شاء الله. طيب هنتكلم دلوقتي على الاجتماعات احد اشكال الاتصال. هنتكلم على الاجتماع بشكل ايه؟ برضو خلي بالنا احنا بنتكلم برضو الاجتماعات دي فيها كتب كتير بالانجليزي وبالعربي بالفرنساوي وبجميع اللغات، هاو تو ران اي ميتنج، وتعمله ازاي وتنجحه ازاي واهدافه ايه. الكلام ده دي خلاصه بقى، عشان زي ما كنا بنقول من شويه ان احنا لازم نعرف كويس قوي ان الايه، ان الحاجه المختصره تاخد منك جهد اكتر. انت عايز توصل حاجات كتير في ايه في طريقه سيمبل، طريقه سهله، وطريقه اللي تصل لكل الناس بشكل يعني ايه مفهوم وبشكل واضح. طيب اهداف الاجتماعات ايه؟ انا في حياتي كلها من فضل الله سبحانه وتعالى، خصوصا في قطاع المقاولات، لازم اعمل كل يوم اجتماع. يعني انا بمسك مشروع مقاولات لازم كل يوم اجتماع. يجيني ناس يكونوا شغالين معايا اول مره او لسه مش عارفين احنا بنشتغل ازاي او اخره، يا باشمهندس ده تضييع وقت، احنا في العقل اللي هو تضييع وقت والى اخره. فبيبقى ردي برضو، انا بقول لك الرد ده يعني مش بقول ان انا ايديال ولا انا احسن من حد، لا، الرد لاي حد، لان انت في مجال المقاولات انت عندك مشاكل يوميه، مش مقاولات بس، بس انا بقرب الموضوع لان عندك اكتيفيتيز كتيره جدا بتحصل في مجالات كتيره جدا، وطلبات كتيره جدا ممكن تلاقيها عند حد من الموجودين، او انفورميشن موجوده عند حد من الطاقم. فانت ك في 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 المقاولات، وكل واحد بقى يعني اعتقد في الاي تي لازم يبقى في نفس القصه، في يعني المشروعات عموما لازم يبقى في on a daily basis meetings. بقى اذا كانت ميتنج فيزيكالي يعني كلنا مع بعض مع بعض، يعني انا بفضلها بصراحه الحقيقه يعني. فانا بيبقى ردي عليهم، يا اخواننا خلي بالكم احنا هنجتمع كل يوم مع بعض خلاص، والله ما فيش موضوعات والدنيا ماشيه كويس، شفنا بعض على بعض 5 دقائق
في موضوع هنقعد نتكلم فيه، في موضوعين هنقعد نتكلم فيهم، ولغاية دلوقتي مفيش مرة الاجتماع أخد 5 دقايق زي ما بقول. دايما، لأن أنت دايما في أي شغل بيبقى فيه حاجات عمالة ناقصة في حتة، عمالة زايدة في حتة تانية، ماتيريال زايدة في حتة، ماتيريال ناقصة في حتة تانية في نفس المشروع، حاجة هنا مش معروفة هنا موجودة في حتة تانية. فالاجتماع أنت مش بتتكلم مع كل، طبعا بتتكلم مع الهيدز، مع الهيدز بتاعت الايه ديبارتمنتس، يعني المكتب الفني، الكيو اي كيو سي، مع الكونستراكشن مانجر، مع الام اي بي انجينيرز، مع مثلا المخازن، مع مثلا يعني اللي هم الناس اللي هم يعني اللي هم بينفذوا المشروع توبس، يعني هو المشروع. اهداف الاجتماعات احد اشكال الاتصال. اول هدف ايه؟ التعارف. اول حاجه يعني التعارف ده، احنا مثلا انا داخل في حته عملنا خلاص في اول المشروع، واحنا بنعمل ايه؟ بنعرف الناس ببعضها، او في نص المشروع ودخل علينا مثلا 2 3 ممبرز بنعمل اجتماع. وعاده التعارف ده بيبقى فيه مثلا فنجان قهوه، في سناكس، في شاي، في بسكوت، في اي حاجه يعني ايه اللي بيبقى للتعارف ده، بيبقى ايه في ايه انتمتي شويه، وفي يعني في حاجات يعني ايه تطر الاجتماع زي ما بيقولوا، ونناقشت مشكلات العمل واتخاذ القرارات. عشان كده انا يعني هي وجهه نظر، واي حد بيمارس الاداره بشكل علمي كتير، طبعا ناس كتير اساتذتنا كبار، ان الاجتماع من اهم واجمل واسرع وسيله لحل المشكلات، لانك لما بيبقى اجتماع موجود كل الناس موجوده فيه، كل الستيك هولدرز بتاعت الموضوع موجوده فيه، وبمناقشات بقى برين ستورمنج بكلامكم الاخبطه، ان احنا نوصل لحل ونخلص الموضوع ونقفله ونطلع الريزلتس بتاعتنا والمشكله تتحل. وناقش خطط وبرامج وجداول المشروع. دي بتبقى سبيشال ميتنجز. يعني بناقش خطط وبرامج وجداول المشروع بتبقى عاده ما بين البلانرز وما بين التكنيكال او الناس المنفذين. يبقى احنا دي لازم ايه بتبقى مناقشات ما بين دول. طبعا ممكن يبقى حضور مدير المشروع اتس بيتر، والبلانرز ماسك ماسك احلى الامثله. انت ممكن بتناقش مثلا الكيو اي كيو سي، ممكن تكون بتناقش الكواليتي بلان، ممكن بتناقش السيفتي بلان وانت في الاول المواضيع. فده ما بيبقاش كل التيم بتاع المشروع بيتكلموا عليه، او كل التيم بتاع الشركه بيتكلم في هذا الكلام، الحاجات الناس المتخصصين في الخطط وبرامج وجداول المشروع. متابعه الاداء ومستوى التقدم في المشروع. ده اجتماع هام جدا 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 جدا، والمشروع اللي ما بيتعملوش متابعه اداء ومستوى تقدم كل اسبوع، ده مشروع نسبه نجاحه مش هتبقى عاليه، هتبعد بعيد عن 80%، هتقل كتير عن 80%. لان متابعه الاداء ومستوى التقدم في المشروع كل ما كان يومي بقى احسن، اسبوعي اقل في الاحسن. يعني انت ممكن انا متابع، ممكن اتابع ادائي كل يوم كل يوم، النهارده بالبرامج البريمافيرا والبيم والبرامج اللي هي بتاعت التطور ده، ممكن نعرف كل يوم احنا فين كل يوم. لو انا عامل برنامج زمني باليوم اقدر لازم اتابعه كله. انما ان انا اسيب مشروعي مثلا واقول لك ده انا هعمل مشروع، انا هعمل باي ويكلي ولا هعمل شهري، انا اسف بكلمكم على تجارب طويله ومشروعات، من مشروعات صغيره ومشروعات كبيره. كل ما كان متابعه الاداء في 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 في, في, في سبان صغيره من التايم، يعني لو مره كل، يعني انا رايي اقل مده او اطول مده اسبوع. تقييم الانجازات، لازم اقيم الانجازات، استخدم بقى الفاليو انجينير، مش الفاليو انجينير سوري، الارنت فاليو عشان اقيم الانجازات. اقيمها مثلا كده بالبلدي، ان انا عامل بار شارت مثلا واشد خط عند اليوم اللي انا فيه، هل يا ترى كل الاكتيفيتيز اللي قبليها انا عملتها ولا ما عملتهاش. ده بالنسبه لتقييم الانجازات. توزيع المهام والاعمال، ان احنا قلنا المانجمنت ايه
الفور فانكشن اوف مانجمنت، بلاننج اورجانيزنج ليدنج وكنترول. هنا بقى توزيع المهام اللي هي الاورجانيزنج، توزيع المهام والاعمال. ان انا بعد ما عملت بلاننج بوزع ايه المهام على كل واحد. احنا عملنا مثلا الاستراتيجيز مثلا بتاعت حاجه معينه، هتروح التكنيكال اوفيس. الكواليتي بلان هيعمل له الايه؟ كيو اي كيو سي بلان. السيفتي بلان هيعمل له الايه؟ السيفتي مانجر. وهكذا كل واحد بيعمل مهام معينه. المخازن بيعمل الجداول بتاعتها، امين المخزن او مدير المخازن. مناقشه الازمات او المواقف الطارئه، دي برضه من ضمن اهداف الاجتماعات العظيمه والجميله واللي بتحلها. طيب الاجتماعات كأحد أشكال الاتصال، زادت فعالية الاجتماعات إزاي؟ إذا تم مراعاة الجوانب التالية. الإعداد الجيد للاجتماعات، مفيش حاجة اسمها اجتماع من غير أجندة. والأجندة مكتوب فيها المدة اللي هناقش فيها هذا الموضوع. فلازم اللي بيدير الاجتماع يبقى عارف كويس قوي الأجندة بتاعته. مش المشروع، ده قبل ما قبل ما يبلغ الناس بالمشروع بيبقى عامل الأجندة. ومش لازم يكون مدير المشروع اللي طلب الاجتماع، ومش لازم المدير العام اللي طلب الاجتماع، اي حد يعني اللي هو من الناس المشتركين في المشروع ممكن يطلب اجتماع. ممكن يطلب اجتماع بخصوص مثلا ان شايف المستوى بتاع الكواليتي مثلا مش مظبوط، بتاع الكونستراكشن شايف ان في حاجه ناقصه، يبقى كل واحد ممكن ايه من حقه ان هو يطلب اجتماع. ويعد بقى النقط بتاعته ويعمل ايه اجنده للموضوع اللي هو عايز يتكلم فيه. وممكن برضو المجموعه كلها تتفق على نقط معينه واجنده معينه، وكل نقطه منهم برضو كل نقطه الاجتماع بحضر ايه، بحضر النقاط بتاعتها وبحضر الاجنده بتاعتها وبحضر التايمنج بتاعها وبحضر مين اللي هيحضر الاجتماع. دي مهمه جدا. الاعتبارات التنظيميه بقى للاجتماع، مين هيعمل ايه وهيتكلم ازاي، لازم يبقى باينه. اداره جلسه الاجتماع دي مهمه جدا جدا جدا، ولما هتدخل في كتب بقى ودراسه متعمقه شويه، انك ازاي تسخن الاجتماع وازاي تهدي الاجتماع. يعني انت ممكن لو انت عارف مثلا ان من اعضاء الاجتماع ان في اثنين ما بيتفقوش مع بعض بسهوله، او دايما يعني بيخلقوا ايه مساله للنقاش، تلاقي هما الاثنين ايه شابطين في بعض فيها. لو انت عايز الاجتماع يبقى سخن جدا حطهم في وش بعض. دي احد يعني ان شاء الله اللي عايز يدرس اكتر ويدخل اكتر في في في, في اداره الاجتماعات هيلاقي هذا الكلام موجود. المفروض جلسه الاجتماع بيبقى عارفين في 10 تفاح هيدخلوا الاجتماع، كل واحد اسمه على المكان اللي هو المفروض هيتحط فيه، الا اذا كان بقى متثبت حاجه معينه، انما تتساب كده لا. يعني لان طبعا الاجتماعات مش كلها مره واحده، المفروض اللي طالب الاجتماع يعني في 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 يعني طريقه لاداره الجلسه. اساسا زي ما قلنا، في زي ما قلنا الاداره بتبقى بين ايه اربع حاجات: بلاننج اورجانيزنج ليجن كنترول. فالبلاننج الاول لازم اخطط كويس قوي للايه اللي هو الاداره جاي للاجتماع، بلاننج. الاورجنايزنج ان كل واحد في الاجتماع دوره ايه او هيعمل ايه. الليدنج ان اللي بيدير الاجتماع، مش لازم اللي يدير الاجتماع هو المدير او مدير المشروع او القائد، لا اي حد ممكن يدير جلسه اجتماع. ولازم انا كمدير مشروع او كمدير قسم او الى اخره، لازم الناس اللي ورايا اعلمهم واعمل لهم تريننج واظبطهم ازاي يديروا جلسه الاجتماع وكل حاجه. لازم انقل كل خبرتي اللي ورايا، والكلام ده هو اللي هيحسن مستوانا، وده اللي هنقابل بيه ربنا. لان اللي بيخفي علم او ما بينشروش، وربنا رزقه بعلم معين وما بينشروش، يعني عقابه يعني جامد جدا. فلازم ان احنا نهتم بابنائنا من الشباب وبابناء واخواتنا زملائنا اللي هم مثلا ما عندهم خبره، هذا الكلام هنقل لهم هذا الكلام. المتابعه والتقييم في الاجتماع برضه دي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا. ده اللي هو الايه؟ بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول. ده بقى الكنترول بتاع الاجتماع. بيحصل ايه؟ انا مثلا في محضر الاجتماع بيبقى في جدول المسلسل
الموضوع خلاص، اللي هيقوم بحل الموضوع او المسؤول عن حل هذا الموضوع وفي مدة كذا خلاص. فدي ايه وملاحظات في الاخر، ده تصميم الجدول. على فكره تصميم الجداول ده برضه ده موضوع ما اعرفش بقى، ان شاء الله ربنا يقدرنا ان شاء الله نقدر نعمله، لان موضوع من الحاجات المهمه يعني. لو انت جداول كتير دلوقتي على النت ومن جميع الاتجاهات وجميع اللغات، لكن انت لازم يبقى عندك قدره على ان انت تصمم اي نموذج ليك انت، عاده بتبقى الكيو اي سي، لكن اي واحد بيشتغل لازم عنده قدره ان هو يقدر يعمل لنفسه الفورم اللي هو هيشتغل بيها يعني. المهم فالمتابعه والتقييم بيبقى ايه؟ مثلا النقطه الاولى المسؤول عنها حسين القاضي هيخلصها بتاريخ كذا خلاص. النقطه الثانيه المسؤول عنها جورج متى هيخلصها بتاريخ كذا. النقطه الثالثه المهندس حسن عبد الجليل هيخلصها بتاريخ كذا. وملاحظه يعني، شوف بقى لو في ملاحظه في اي حاجه بهذا الكلام. يبقى احنا دي المتابعه بقى والتقييم هو وصل لغايه فين، ويتم متابعه النتائج عن هذا الكلام، بحيث لما يجي الاجتماع اللي وراه. نسيت اقول لكم على حاجه هنا، بيبقى زياده في الجدول في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاجنده بتاعت الاجتماع اللي هو ايه؟ اي اضافه يعني بيسموها ايه؟ ما يستجد من اعمال. فانت ممكن تحط خانه ما يستجد من اعمال، واي حاجه تطلع في النص نعملها ونزودها، ومش هيحصل حاجه لو الاجتماع زاد له 10 دقائق ولا ربع ساعه. فالمهم المتابعه والتقييم ان انت اي اجتماع اسبوعي مثلا ولا حاجه لازم يتم متابعته خلال الاسبوع قبل الاجتماع اللي وراه، بحيث الاجتماع اللي وراه ممكن هتبقى نفس النقط، تقول ده اتحل والحاجات الجديده هي كذا كذا كذا، او ده اتحل منه مثلا نسبه كذا وفضل في كذا تظل النقطه وهكذا. ده عشان الظروف في الاجتماعات بقى، عشان نراعي هذا الكلام فيه. طيب الجانب الثاني بقى، اهداف الجهاز للاجتماعات، وذلك من حيث الهدف من الاجتماع. الاجتماع يبقى له هدف، وزي ما بقول دايما دي نقطه بيرسونالي انا يعني، ايه نقطه شخصيه وانا يعني بيرسونالي بتبعها. انا عمري ما بعمل اجتماع عشان اجيب الناس اعمل فيهم خطبه، ولا مثلا زي ما بيقولوا بالفلاحين امقيطهم، لا خالص ما ينفعش. الاجتماع ده بيبقى له هدف واضح. يا اخوان مثلا في مثلا هبوط في مستوى الانتاج، اخوانا بيبقى برضو ايه، بتبقى مكتوبه ومحلله، وبتاع الكواليتي اشورنس جايب النتائج بتاعت التحاليل بتاعته. انا مثلا مستوى مثلا انتاج الخرسانه الاسبوع ده ما كانش قد كده، حجم لو انا في مصنع مستوى انتاج الشوكولاته الاسبوع ده ما كانش كده، ناقص في الحته الفلانيه. يبقى في هدف من الاجتماع. جدول اعمال اللي هو اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، اللي هو احنا قلنا ايه، اللي محضر الاجتماع، مش محضر الاجتماع، لا جدول الاعمال، جدول الاعمال، الاجنده بتاع الاعمال. طيب توقيت الدعوه للاجتماع برضو ده مهم جدا، يعني ما جيش مثلا في زحمه الشغل، او في وقت مثلا الناس مثلا عندها اي حاجه، يبقى انا كمدير المشروع ابقى فاهم مشروعي امتى اقدر اعمل الاجتماع، بحيث ان انا ما اثرش على الناس او اثر على اي حاجه ثانيه يعني. اختيار الاعضاء، ما هو مش كل الناس بتحضر كل الاجتماعات. يعني انا بعمل اجتماعات مثلا لمناقشه البرودكشن، مش لازم كل الناس تحضر، الناس اللي خاصه بالبرودكشن تحضر. انا في اجتماع الهدف منه مراجعه الكواليتي، مش لازم كل الناس تحضر. هعمل اجتماع علشان التكنيكال اوفيس كان عنده شغل مثلا كذا كذا كذا، اجتماع للتكنيكال اوفيس، يبقى بيحضر منه مين؟ تكنيكال اوفيس مثلا وبعض الاعضاء بتوعه عاملين للمشروع، او كونستراكشن مثلا في حاجه معطله وهكذا. يبقى انا لازم اختار اعضاء الاجتماع، الاعضاء مش الاعضاء هم او في مستوى معين، مش قصه مستوى خالص. مين اللي فاهم الموضوع اللي انا عايزه، ومين اللي هستفيد منه، ولم الستيك هولدرز اللي هم يهمهم هذا الاجتماع
وهم دول اللي يحضروا الاجتماع، وهم دول اللي يعملوا الاجنده بتاعته مع بعض، وهم دول اللي ايه اللي يطلعوا بالنتائج ويتابعوها زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. طيب زي ما قلنا اعداد يد الاجتماعات من حيث ايه بقى؟ اعداد الوثائق والمطبوعات اللازمه. انا عندي تقرير حاجه بتقول ان انا مثلا كانت البرنامج الزمني بتاعي في ان الانتاج المعين ده هيبقى بشكل معين. خلاص؟ انا بجيب الدوكيومنتيشن بقى. يعني لو انا في مصنع والله انا عاده انا انتاجي الاسبوعي مثلا كم طن من الحاجه الفلانيه؟ انا انتجت اقل منه. خلاص يبقى انا بجيب الوثيقه اللي بتثبت ان اللي خرج من عندي كانتاج كذا كذا طن. انا مثلا في اجتماع لو انا في كونستراكشن كان المفروض الاسبوع اللي فات عملت خلصت كذا وكذا وكذا وكذا، ما خلص او خلص وتجاوز وبقى كويس، ما يمنعش ان احنا نجيبه برضه نحطه. يبقى في الوثائق الداله على النقط اللي انا عايز اتناقش عليها. يبقى احنا بنتكلم بعلميه ومنهجيه والمطبوعات اللازمه. اختيار المكان المناسب للاجتماع. ممكن الاجتماع لو احنا اثنين ثلاثه نجتمع في 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 غرفة المدير مثلا، لأن غرفة المدير بيبقى مكتب وقدامه طاولة كده يعني صغيرة تاخد لها خمس ست أفراد ولا حاجة. لو أنا اجتماع كبير في مثلا 15 20 واحد ولا حاجة، يبقى أنا لازم أبقى في صالة الاجتماعات. لو أكبر من كده أنا ممكن أأجر مكان بره إن أنا أعمل فيه الاجتماع. فيعني يبقى أنا لازم أختار المكان المناسب للإيه؟ للاجتماع والعدد الناس اللي هي هتحضر الاجتماع ده. اختيار التوقيت المناسب للاجتماع. ما اجيش احدد ميعاد مثلا الاجتماع يوم الاحد الصبح واحنا في الاخوه لينا زمايلنا مثلا مسيحيين يروحوا يصلوا مثلا يوم الاحد الصبح ويجوا متاخرين شويه، يبقى انا همنعهم من ان هم يحضروا الاجتماع. ما يبقاش في اجتماع مثلا في رمضان وقت المغرب، لان في المغرب هيروحوا يفطروا. يعني يبقى احنا كنا بقى لازم توقيت اختيار التوقيت المناسب. توقيت مناسب مثلا في ناس توقيت مناسب اللي هتحضر مثلا بيبقى عنده شغل معين في وقت معين، وده موجود في الاجتماع هام جدا. يبقى لازم اتفق مع كل، لازم اتحدد هذا الكلام. اجتماع توقيت الاجتماع لازم ابقى متحدد مع كل الناس اللي هي هتحضر الاجتماع، ومحدش يشوف عشان ايه نسبه اعتذار عن الاجتماع. يعني بتمنى انها دايما تكون صفر. لو عملنا اختيار توقيت مناسب هتلاقي دايما نسبه الغيابه عن الاجتماع صفر. تحديد مده الاجتماع وجدوله الزمن. زي ما كنا بنتكلم ان بيبقى اجنده، كل اجنده جنبها تايمينج. الموضوع هياخد 10 دقائق، الموضوع هياخد 8 دقائق، الموضوع ده هياخد 10 دقائق. مده الاجتماع كله اللي هناخدها نص ساعه، ساعه الا ربع، 47 دقيقه وهكذا. يبقى هتحدد مده الاجتماع وجدول الزمن بتاعه، هنناقش ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه، وده هياخد وقت قد ايه وقت قد ايه وقت قد ايه. طيب الاعتبارات التنظيميه بقى للاجتماع من حيث تحديد الادوار ومن يرأس الاجتماع. وزي ما احنا قلنا اللي بيرأس الاجتماع مش هو مدير الشركه ولا مدير المشروع. اللي بيرأس الاجتماع اللي هو اللي طالب الاجتماع، او اللي هو عايز اراء الناس الثانيه، او هو يوكل مدير المشروع، يفوض مدير المشروع ان هو يرأسه بدون كسوف. لو هو عايز يبقى هو رئيس الاجتماع، ما لا يعيب حد ان هو يرأس الاجتماع، لان احنا اما نبقى قاعدين في اجتماع في لازم يبقى في رئيس الاجتماع. مش لازم رئيس الاجتماع ده يبقى اكبر واحد ولا اعجز واحد ولا اكبر واحد ولا اكثر واحد فاكر نفسه ان هو يعني ايه. تنظيم مكان مطابق الاجتماع. الكلام اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، ان انت لو انت بتبقى فاهم الناس اللي انت يعني دعيتهم للاجتماع، هل هم عايزين يقعدوا لو هم انت عايز تسخن الاجتماع وتقعدوا قصاد بعض بقى عشان الماليه تحمى، او انت هتبعدوا مع بعض عشان ما يبقى كده. في ناس بتبقى يعني ايه متردده شويه، او ما بتحبش تقول رايها قوي، تقعدها مثلا جنبك لو انت مثلا مهتم بيهم ومهتم ان انت عايز تسمع رايهم. يعني طاوله الاجتماع لازم تظبط. تنظيم مكان الاجتماع طبعا تبقى محضر مثلا مشروب، محضر سناكس، محضر اي حاجه، يعني ايه زي ما بيقولوا في البلدي
تطر الاجتماع، يعني تخليها في نوع من ال في نوع من ال من ال من ال من ال من ال يعني انك تخلي مكان الاجتماع دمه خفيف، يعني متهوي كويس، متعطر كويس، متكيف كويس، وهكذا. يعني رسالة الدعوة للأعضاء دي مهمة جدا، تبقى الدعوة للأعضاء، وفي الدعوة دي فيها الأجندة وفيها الوقت بتاعها وفيها التايم بتاعها كده انت وخصوصا. طيب كل دي تحت عنوان ايه؟ زيادة فعالية الاجتماعات إذا تم مراعاة الجوانب التالية. لو قرينا دي في كتاب هنلاقيها 70 80 صفحة، فده يعني ايه going to the points. والكلام ده زي ما قلنا موجه لمدير المشروع او لاداره المشروع، مش موجه لواحد متخصص في اداره الاجتماعات. اداره الاجتماعات موضوع كبير، وبرضه زيه زي البادي لانجويج، زي اي حاجه. اللي عايز يتخصص في حاجه موست ويلكم يتخصص فيها. برضه لما حد يسال على الـ PAQC برضه هيبقى نفس القصه. هنتكلم على الـ HSSE برضه هيبقى نفس القصه. هنتكلم ايه النولج والبراكتس بتاعت مدير المشروع في كل النقط كمكتب فني. المكتب الفني ده مسؤولياته وتنظيمه ده بقى دلوقتي ايه قصه لوحده، ده عايز برزنتيشن لوحده. انك تعرف المكتب الفني ده بيعمل ايه وايه 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 وايه، ما بقتش الدنيا يعني ايه زي زمان. يقول لك اديني جبت مهندس مشروع بيعمل كل حاجه، يعني من الابره للصاروخ. لا، المكتب الفني النهارده مثلا عليه ادوار معينه وحاجات معينه، فلازم برضه مدير المشروع يعرف ايه في المكتب الفني او ايه التكنيكال بتاعت المكتب الفني. والحقيقه برضه مش هخبي عليكم، يعني انا عندي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، عندي ابن من ولادي ماسك مدير اريا مانجر في بترول، في شركه بترول معينه، وماسك اريا مانجر. فقلت له، ما هو الحمد لله اخذ ماجستير واخذ دكتوراه وكل حاجه. انا قلت له اوعى تسمح لحد يشتغل تحت ايدك انه يعرف حاجه انت ما تعرفهاش. يعني انا النهارده مدير مشروع، ما ينفعش يبقى عندك طقم بيم وانت ما عندكش فكره عن البيم، بين انفورميشن موديلنج او الريفت او دي واحده. ما ينفعش تبقى مدير مشروع ما انتش عارف يعني ايه QA QC، ودي من اهم الحاجات. وزي ما بقول دايما، اللي ما يعرفش في AQC ما يقولش انا بقى اقدر ادير مشروع. الهيلث والسيفتي والسكيورتي والانفايرمنت برضه لازم مدير المشروع يبقى عارفها. يعني ما فيش حد عندي، المخازن لازم ابقى عارفها، التوريدات لازم ابقى عارفها، مقاولين البصر لازم ابقى عارفهم، كل ده لازم ابقى عارفه. انما في متخصص عندي هو اللي سواء في تكنيكال اوفيس او سواء في اي مكان هو متخصص، وانا بدير هذا الكلام. فانا لكل ما قدرت ان انا اعرف الحاجات دي كلها ايه، يعني ايه الانبوت بتاعه والاوتبوت بتاعها والبروسيس ازاي وتتعامل ازاي، يبقى ممتاز. انا مش مطالب ان انا اعمل اي حاجه من هذا الكلام كله الا في حاله الطوارئ. يعني مثلا الكونتاكت مانجر مش موجود وفي موضوع عاجل وعايز يخلص وعايز يتعمل، يبقى انا كمدير مشروع لازم اعرف اعمله واتصرف فيه بشكل كويس. حاجه في التكنيكال اوفيس، حاجه بحيث ان يعني ايه يعني ان انت تبقى فاهم. هو دي مشكله بقى الاداره بقى، اللي هي ان انت لازم ايه ما تقفش. زي ما قلنا الموضوع اختلف تماما. يعني انا بقول لحضراتكم ال 20 سنه اللي فاتوا الاداره تطورت تطورات انبليفبل. اللي وقف عند سنه 2000 2001 2002 وخلاص انا بقيت مدير ومعلوماتي عند كده هي دي المعلومات النهائيه، غلطان. حاجات كثيره جدا طلعت في ال 20 سنه الاخرانيه دي، واللي مش هيقرا وهيتابع وهيمارس وهيطلع للاسف مش هيبقى مدير مشروع كويس. وده برضو ده احد الاسباب الرئيسيه اللي مخلياني ان انا ايه انترستنج ان انا ايه تو سبريد ذا ايه ذا بروجكت مانجمنت او ذا مانجمنت كلتشر وذين ال يعني اخواتنا واساتذتنا وابنائنا واحفادنا.
طيب اداره الجلسه ما من حيث بقى ايه عشان تزود فعاليتك مع نرجع تاني للحته دي قياده الجلسه وتوجيه المناقشه تهدئه او احماء المناقشه كان انا كنت بقول عليه من شويه ده قصاد ده او تسخن ده او تقول ده ايه رايك يعني انت عارف ده بيتعمل ازاي وده يعني انت اللي بيدير المشروع عشان كده انا بقول لكم الكلام ده مش موجه للبروجكت مانجر بس ده موجه لاي حد لان اي حد معارض يبقى بروجكت مانجر خلي بالكم البروجكت مانجمنت لا علاقه له بالهندسه يعني ممكن واحد يبقى تكنيكال اوفيس يبقى مدير مشروع او واحد في اكس يبقى مدير مشروع واحد محاسب في المشروع يبقى مدير مشروع ما فيش يعني لا علاقه ما بين الاداره والهندسه هما بيشتركوا في حاجه واحده بس او مش حاجه واحده يعني في عده حاجات اللي هي التفكير المنطقي والتحليل العلمي والايه والنتائج الريزلتس اللي قايمه على الايه عليهم على على التحليل والتفكير العلمي او التفكير المنهجي. السيطره على وقت الاجتماع انت لو كانش الاجتماع هتتحكم في وقته زي ما انت مخطط الدنيا هتبوظ منك هنقول زي بعض كنا بنتكلم على البادي لانجوج ناس بتتاوب وناس نامت وناس نسيت انها في اجتماع وهكذا. مهارات التعامل مع انماط شخصيه الاعضاء دي بقى هندخل بقى في ايه؟ في الايه؟ في الـ في الـ في الحاجات البيرسونال. لو بصينا على الكومبيتنسز في البيبل هتلاقي ايه؟ اللي هي الكلام ده موجود فيها. عشان كده انا يعني ايه؟ دي فكره جاتني والله النهارده ان لو انت بعد كل لقاء مع بعض وكده بصيت على الايه الكومبيتنسز بتاع الكومبيتنسز اللي هي موجوده بتاعت مدير المشروع اللي هي البرسبكتيف والبيبل والبراكتس هتشوف انت ايه اللي وصلك نتيجه اللقاءات بتاعتنا. طيب عدم الخلوة اهداف الاجتماع وموضوعات الاجتماع محدش يجرنا ان احنا نتكلم في السياسه مثلا ولا نتكلم في حاجه بره الموضوع الاجتماعات لا ده فوربيدن 100% مفيش وقت الكلام ده كله ان انا اقعد بقى افتح مجالات بقى افتح كلمات وافتح عتابات عتاب مثلا قديم او افتح مثلا مشكله خاصه في الاجتماع ده احنا شايفين ان الناس اللي الاجتماعات مش قاعدين مع بعض ازاي وهنا قاعدين ازاي يعني وهنا واقفين لبعض ازاي فايه الصور اللي هنا برضه على فكره معبره خلي بالنا يعني فايه تسجيل محضر الاجتماع ده هام جدا احنا كنا بنسجل احيانا الاجتماع بالزمان اللي هو التسجيل صوتي يعني ممكن تسجله تلفزيوني دلوقتي اذا عايز ممكن بس اهم حاجه ان يبقى اللي فيه تسجيل محضر يبقى فيه محضر مع كل نقطه احنا عملناها احنا عملنا ايه وصلنا لايه ومين اللي هيعمل ايه وهيعمله قد ايه احنا بنقوله عشان ايه المتابعه اللي كنا بنقول عنها. معالجه بقى الصراعات والتحالفات داخل الاجتماع ممكن يكونوا اتنين داخلين متفقين على ايه؟ على موضوع معين انت كمدير مشروع او مدير اجتماع تحس بالحته دي تفهمها كويس قوي من الاول خالص بحيث ان يعني ايه؟ ان ما حدش بيوظف الاجتماع بتاعك ممكن يكون في ناس حاضره عشان تخسر لك الاجتماع. في كونفليكتس تحصل وبرده الكلام ده هنتكلم عليه برده الكونفليكت مانجمنت وفي مع التيم بيلدينج بقى مع الحاجات اللي هي ايه الخاصه بالتيم وبالنسبه للصراعات والتحالفات والكلام ده كله الاخره ان جنرال طبعا ده هيتم زي ما بيتم بره هيتم داخل الاجتماع. طيب المتابعه والتقييم دي نقطه هامه جدا ولو ما اتعملتش يبقى الاجتماع ده ما كانلوش فايده زي ما بيقولوا اغلبيه الناس. متابعه تنفيذ ما تم التوصل اليه من توصيات او قرارات. انا مش بعمل الاجتماع ده عشان مجرد ان انا اكتب مطلوب من مهندس حسين القاضي انه يعمل كذا وكذا 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 في مده كذا 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 واتصل بفلان الفلاني ويجيب منه حاجه كذا كذا وكذا وكذا. ما ينفعش بقى حسين القاضي ينام ويقول لك بقى ايه بكره بعده لا لازم حسين القاضي يخلي باله كويس قوي ايه اللي اتاخد القرار اللي اتاخد ولازم هتنفذ ازاي ولو في طريقه اسهل وابسط وحل اسهل وابسط اعملها وايه واظبطها بحيث ان الاجتماع اللي وراه او في اثناء الاسبوع يبقى انا ايه الموضوع متغطي بحيث ان احنا الاجتماع اللي جاي يبقى انا ايه الموضوع ده اتقفل خلاص. متابعه ردود افعال الاعضاء بعد الاجتماع. ما يمنعش ان احنا بعد الاجتماع ان المدير المشروع بنقعد كده في جلسه بقى اللي هي ده اللي هنتكلم عليه بيقولوا ان هو ايه اللي هي غير رسمي
بنتكلم اجتماعات رسميه واجتماعات غير رسميه. فالاجتماع الغير رسمي احنا بنقعد مع بعض بقى بعد الاجتماع، بنشوف ردود افعال كل واحد فينا ايه، مبسوطين مش مبسوطين، ايه اللي ممكن يتعمل، ايه اللي ممكن نصلح، حد غلط غلطه، حد تايب، احنا بن ايه بن برضه بنقوي العلاقات وبنقوي العلاقات مع بعض. ويفضل برضه في كل اجتماع يبقى في مثلا سناكس موجوده، مشروب، في نوع من الايه من الانتيميتي، يعني يبقى مع بعض، لان احنا قاعدين حبايب مع بعض، احنا مش جايين نتخانق، لا، تعزم على دول ودول، يبقى في نوع من ان احنا قاعدين قاعده يعني ايه، قاعده صداقه، قاعده حب، قاعده عائليه، مش قاعده ماسكين في بعض ولا قاعده جافه، لا، بقدر ما تخلي الاجتماع دمه خفيف ولذيذ كده، والناس يعني ايه حاسه ان احنا عايزين نوصل فعلا لحلول، وعايزين نمشي بمشروعنا او نمشي بشركتنا او نمشي بالمنظمه بتاعتنا كويس، هتلاقي الدنيا ماشيه كويس. تقييم الايجابيات والسلبيات بعد الاجتماعات، بنقعد نقيم الايجابيات والسلبيات واللي حصل وكان ده كله. هنا بقى وصلنا لاخر حاجه في اللقاء بتاعنا النهارده اللي هو العرض الشفهي. احنا دلوقتي 52 واحد مع بعض، انا عايز نخلي بالنا من شويه، انا عارف طبعا ان عدى علينا دلوقتي ما يزيد عن ساعتين شويه، لكن العرض الشفهي ده بقى يعني ايه برضه مختصر جدا. العرض الشفهي لو عايزين كتب ومراجع بجميع اللغات، برضه ده المختصر جدا والمفيد، ومقصود ان في التايمنج ده، ومقصود ان انا برضه في اول اللقاءات بتاعتنا ان انا بهتم بالايه بالحاجات الخاصه بالبيبل، يعني البيبل هي اللي بتدير الاجتماع. بقيه الكومبيتنسز هنتكلم فيها مش هنقف، يعني بالنسبه للبراكتس هنتكلم على البرسبكتيف، بنتكلم وهنتكلم. فالعرض الشفهي مهم ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها مدير مشروع ما يقدرش يعمل عرض شفهي، لازم يبقى قادر انه يعمل عرض شفهي، ولازم يبقى قادر على ان هو يقف في وسط 1000 واحد ويعرف يكلمهم عن الموضوع او عن المشكله او عن اي حاجه، يبقى عنده هذا الكلام. لو ما عندوش هذا الكلام مش هينفع يبقى مدير مشروع، مش هينفع يبقى نائب مدير مشروع، يبقى تكنيكال، يبقى الى اخره. الكلام ده هنتكلم عليه فين؟ في التيم بيلدينج، لان انت التيم اللي عندك زي فريق كوره هنوصل له، هنتبسط ان شاء الله يمكن المره الجايه او المره اللي وراها. في 9 فانكشنز، يعني زي ما فريق كوره فيه 11 واحد، الجول والخط الباكات وخط الوسط وخط الهجوم، برضه التيم اللي بيتعامل اداره اي مشروع، خلي بالنا مشروع مش لازم الكونستراكشن، يبقى فيه 9 فانكشنز للايه جوه المشروع ده، برضه ده كتب وقصص وده، بس ان ايه ان شاء الله هنديه بشكل ايه مبسط. طيب البرزنتيشنز بقى، مطلوب مننا جميعا ان كل واحد عنده غرض ان هو يثبت لنفسه ولينا ان هو استفاد من لقاءاتنا دي، ان هو يختار اي نقطه تعجبه، اي نقطه تعجبه ويحس ان هو هيتكلم عنها بمزاج. النقاط موجوده والبرسبشنز كلها موجوده، يعني المقدرات موجوده، ويختار نقطه او حاجه يتكلم فيها او نقطتين، 10 دقائق ربع ساعه ماكسيموم، وبعد اذن الباشمهندس عمر ممكن يقدم العرض اللي هو عايز يعمله ونخليه ينفذه، واحنا كلنا هنبقى حضور معاه. فيعني هن ايه وعشان يبقى يتاكد ان هو يعني ايه يعني قدر يستفيد او قدر يعني ايه قدرنا احنا نوصل النتائج للايه لاساتذتنا واخواتنا وابنائنا والاحفاد. يعتبر العرض الشفهي من اشكال الاتصالات الهامه لاي مدير مشروع، والذي يتم من خلاله عاده عرض تقرير عن المراحل التنفيذيه للمشروع او الانجازات التي تحققت بعد فتره معينه
او مع اوقات التنفيذ او ما شابه ذلك. بعض الشفهي برضه زي ما قلنا يعني مش لازم يبقى محاضر، يعني احنا بنتكلم دلوقتي كلقاءات مع بعض، انما في اهداف كثيره جدا. احنا ممكن العرض الشفهي ده زي ما بقول هنا ايه؟ تقرير عن مراحل التنفيذيه للمشروع كعاده، او الانجازات اللي حققناها، او معوقات التنفيذ، او مشكله معينه وعايزين ايه نتكلم عنها وعايزين نحلها، او اي او موضوع خاص بالستيك هولدرز، او اي موضوع يبقى ايه، بيبقى مدير المشروع قادر على ان هو ايه يعمل هذا البرزنتيشن. ومش مدير المشروع بس، اي حد في المشروع لازم يبقى عنده هذا الكلام. وعلى فكره بالمناسبه من فضل الله سبحانه وتعالى غالبيه المشروعات اللي اشتغلنا فيها سواء في مصر او بره مصر، في ناس كتير احنا كنا بنعمل، انا بيرسونال يعني بعتبر هو ما يعتبرش تريننج، لا يعتبر ان انا بشارك كل اللي شغالين في المشروع. يعني انا كبروجكت مانجر، لو انا عندي ديبيتايزنج، لو انا عندي كونستراكشن مانجر وكيو مانجر وكونتراكت مانجر ودوكيومنت كنترولر والسكرتارية، كل الناس دي بيبقى فيه اجتماع مع بعض حبي كده جميل، بنقدر ان احنا نخلي كل واحد يتكلم، يبقى نقرب المسائل وكلنا نتعلم من بعض ونعرف مع بعض المشروع ده بيتدار ازاي وبنعمل ايه، ونخلي كل واحد ياخد الجرأة وياخد الخبرة ان هو ازاي يقف ويتكلم ويعرض ويقول. فدي مهمة جدا، والموضوع ده ما هوش لمدير المشروع بس، ده ايه اي الامانه تقتضي ان احنا لازم هذا الكلام نوصله لكل من يعمل معنا يعني في المجال. طيب حدد الغرض من العرض الشفهي، the purpose. اول حاجه بحدد الغرض من العرض الشفهي زي ما اتفقنا، ما فيش حاجه تتعمل لا اجتماع ولا عرض شفهي ولا اي حاجه تعمل الا بكون عارف لها غرض معين، في تارجت معين، او هنا البيربز ايه، يعني البيربز هو الغرض او التارجت او الهدف او الى اخبار الاخرين بحقائق او نتائج او بموضوعات معينه، يعني في عندنا تغييرات معينه او الى اخره، انا عايز ابلغها للناس اللي انا دعيتهم دول، سواء الليفل الفيرست ليفل، سواء الناس كلها، سواء ده اللي بيحدد بقى مين الاتندي اللي هيحضر معاك العرض الشفوي. تقديم المشروع او مقترحات معينه والسعي لكسب الدعم والتأييد. يبقى انت في مشروع معين او مقترحات معينه انت بتقولها وعايز ايه التيم بتاعك كله اللي بيشتغل فيه من اول لاخره يقول لك مثلا الكلام ده فيه ايه، لان هم فاهمين، انت التيم اللي معاك كل واحد فاهم في مجاله متخصص، وبتاع الاستراكشر هيقول لك الحكايه، بتاع المعمار هيقول لك الحكايه، بتاع التنفيذ هيقول لك الحكايه، بتاع البلاننج هيقول لك ايه الموضوع، وهكذا. التاثير في الاخرين وتحفيزهم او تغيير اتجاهاتهم. يعني ممكن في ناس وصل بقى كيرلس بقى يقول لك يعني ما احنا السيفتي، احنا بنتكلم وبنعمل وما بننفذش، عمالين بنعمل في تول بوكس ومحدش بيعمل حاجه، اندكشن كورسز بتتعمل ولا حد بيسال، احنا عاملين كواليتي سيفتي بلان ومحدش جاب لنا لا جاب لنا هيلمتس ولا جاب لنا حاجه عشان ايه ننفذ البي بي اي بتاعتنا، وهكذا. عرض الانجازات برضه حاجه مهمه جدا، لان يعني انت برضه انا ما اعرفش اتكلم عليها قبل كده ولا لا، ان انت لازم انجازاتك اللي هي المايل ستونز او الاهداف المرحليه اللي في المشروع لازم تحتفل بيها كمشروع، وتحتفل بيها مع الفيرست لاين او الناس الستيك هولدرز اللي من يا اما لو انت تبع بروجرام بتجيب الناس اللي مع البروجرام الثاني البروجرام بتوعك، لو انت تبع بورتفوليو بتجيب ناس البورتفوليو، لو انت تبع شركه مباشره بتجيب الفيرست لاين مانجمنت وايه وتحتفلوا بالانجاز. احنا مثلا كان المفروض نخلص الاساسات دي في شهرين، خلصناها في شهر ونص، ده انجاز. ونعمل اجتماع صغير كده او احتفاليه صغيره ونقول احنا نجحنا ازاي وقدرنا نعمل الكلام ده ازاي، بيبقى في نوع من الاعتزاز ونوع من الفرحه ونوع من يعني لفت النظر ان في امور معينه تخلينا ننجز اكتر وننجز احسن
ونخلي معادلاتنا احسن من ايه؟ من المخطط يعني. اعرف جيدا المستمعين المحتملين الاودينس. العرض الشفهي ده بيبتدي من ان انت بتعمل اجتماع في السايت بتاعك لغايه ان انت تعمل حديث في التلفزيون، بتعمل لغايه ان انت بتعمل اجتماع مثلا في 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 مع جمهور، مع الاف الناس. فانت لازم تعرف الاودينس بتوعك مين اللي هيحضرك. اسهلهم اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، ان انا معايا ناس كلها مهندسين، او مش شرط مهندسين، ناس عايزه تسمع، وناس على مستوى عالي جدا من الفهم، وناس يعني ايه مهتمين بالموضوع. انما انت ممكن تلاقي نفسك المستمعين المحتملين بتاعك، لو انا مثلا هتكلم في التلفزيون، دي حصلت معايا مره والحمد لله كانت برضه ناجحه، لكن ما اتعرضتش كويس على الملا يعني، ما اتسجلتش الفول. الحضور لازم تعرف انت الحضور اللي هيظهر عندك ايه، العدد كام، غير العدد الترند بتاع كل واحد كام بقد ايه. عشان كده اصعب حاجه في العروض اللي هي المسرحيات، اللي هي المسرحيه نفسها، بيبقى عندك الناس اللي موجوده كاتيجوريز كتير جدا، انماط كتيره جدا، ثقافات كتيره جدا، جنسيات كتيره جدا برضو احيانا. فيعني ايه، وكل واحد بيفكر معين بكالتشر معين، فلازم تكون يعني ايه هبقى عارف عدد الحضور. المعرفه المتاحه ده للمستمعين والمتابعين حول الموضوع، احنا هنا اسهلهم واجملهم، لان انا عارف كويس قوي وواثق ان يعني لو احنا دلوقتي 51 واحد، ان في على الاقل 51 واحد فاهمين الموضوع وعارفينه وعدى عليهم، وكل اللي بيعملوه ان هم بايه بيعملوا ريفريشنج للمعلومات وبيجمعوا الدنيا مع بعضها. يعني احنا قاعدين في ميتنج بنستعرض مع بعض هذا الكلام، ولو المناقشات مفتوحه كنا هنحس بهذا الكلام، احنا كلنا عارفين هذا الكلام، لكن احنا الميتنج بتاعنا دلوقتي الهدف منه ايه؟ ان احنا بنجمع كل الامور بتاعتنا، خبراتنا اللي هي اللي فاتت، مع مجموع قراءاتنا ومجموع ثقافاتنا، بنحطها في ايه؟ في شكل الناس فكرنا بكل حاجه، وناس هتفكر حاجات احسن من كده. خصائص المستمعين المحتملين من حيث النوع والوظيفه والتعليم، طبعا زي ما بقول لكم حضراتكم اسهلهم اللي احنا فيه دلوقتي، ان الموجودين كلنا مع بعض ميرلي نفس الليفل، ما فيش حد يعني ايه يعني بعيد عن الثاني او الى اخره. لغه العرض طبعا مهمه جدا، لغه العرض، جنسيه الحضور اللي احنا فيه دلوقتي طبعا لازم يكون عربي، ما اقدرش اقول واحد بريتش او واحد غير عربي ان هو يحضر، الا اذا كان دارس لغه عربيه او عاش في مصر او عاش في السعوديه او في الكويت او في المغرب او في الجزائر، ويعرف لغه عربيه ويقدر ان هو يتابع هذا الكلام. لان لو لغه العرض بتكلم لغه اللي قاعدين مش عارفينها، خلصت، بيبقى ما لهاش لازمه يعني. خصائص الحضور من حيث مستواهم اللغوي، انا ممكن اتكلم بلهجه ما تتفهمش، انا بتكلم لغه عربيه، بتكلم لغه عاميه، فيعني احنا لحسن حظنا احنا يعني اللغه العاميه بتاعتنا يعني مفهومه يعني. عشان كده برضو ايه، دي احد الحاجات اللي ربنا رزق المصريين بيها، هم في اي مكان بيقدروا ان هم يوصلوا المعلومات عندهم بسهوله شديده، لغه سهله. لما بتقعد بقى مع عيد العرب، انا اقسم بالله في حياتي ما حسيت لا بغربه ولا باي احساس في جميع انحاء العالم العربي اللي انا زرته، وجميع اللي انا قابلتهم من اخواتنا العرب، من اول البحرين ودي كلها لغايه الجزائريين والمغاربه وكلام من الاخر. الحقيقه يعني، وعشان كل الناس من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني كان استمتاع ان انت تعرف الناس دي كلها من الاول لاخرها، وتعرف لحاجاتها، وبعد فتره تلاقي نفسك ان كلامهم ولهجتهم قريبه جدا من قلبك، وتقدر تفهمها وتعرفها بسرعه. اللهجه العاديه طبعا فيها لهجات لا يمكن تفهمها، لا يمكن حتى في مصر. يعني انت لو دخلت للصعيد الديواني ودخلت بقى في القرى والحاجات اللي هم
لو عايزين ما يخلوكش تفهم مش هيخلوك تفهم حاجه. طبيعه موضوع العرض لازم يبقى واضح. المقدره اللغويه المقدمه العرض، انا ممكن اعمل عرض بالانجلش، ممكن اعمله بالفرنش، لكن لازم اعمله مع ناس عارفه انجلش وعارفه الفرنش. لو انا او انا بعرف الجرمن ممكن اعمل عرض بالجرمن، بس انا مثلا مستواي في الجرمن ما اقدرش اعمل، وهكذا. برضو مانيش يعني ايه مانيش انجلش سبيكر زي الشباب دلوقتي ما شاء الله عليهم، لا يعني يعني ايه لازم انا بقى ايه مقدم العرض يبقى عنده مقدره لغويه ان هو يقدر يعمل العرض بالايه بالانجلش. بالمناسبه دي برضو دي حصل معايا قصه جميله قوي. كنت في دوله من الدول العربيه، وبعدين كنت بدي تريننج، يعني كان كورس بروجكت مانجمنت كنت مجهزه، فقالوا لي لو سمحت احنا كل الكورس بالايه بالعربي، فترجمت كل كان انجلش وعملته ايه ارك. فبدات بقى ان انا يعني في اول محاضره او اول لقاء بقول لهم انا اسف جدا ان انا عاده ببقى عندي مثلا اضعف الايمان، بيبقى عندي برزنتيشن عامله بالانجلش وبشرح بقى بالانجلش والعربي مع بعض، فانا اسف جدا انا عندي تعليمات ان انا لازم العرض والشرح يبقى بالايه؟ بالانجلش بالعربي اللغه العربيه يعني على طول كل اللغه العربيه. فكان في ثلاثه اربعه كده كانوا جايين، واحد جاي من امريكا واحد جاي من بريطانيا وبتاع، وقالوا لا احنا ايه؟ احنا عايزينها بالانجلش. يا اخوانا دي تعليمات، وبعدين ايه يا اخوانا؟ طب سالت الناس كلها يعني نسبه اجماع عايزين بالانجلش، وخلاص اتس اوكي. بس دي اول مره في حياتي يبقى قدام السلايدز بالعربي واشرح بالانجلش، وبدات هي ربع ساعه ثلث ساعه بالكثير. معلش احنا عايزين نرجع للعربي ثاني. فيعني ايه؟ يعني انت كمدير مشروع لو انت حاطط في دماغك ان انت هتتعرض لان انت معاك جنسيات مختلفه، لازم يبقى الانجلش بتاعك، مش عايز اقول لك بيرفكت، انا الانجلش بتاعي مش بيرفكت، يعني ولادنا واحفادنا احسن مننا كتير جدا في الانجلش. خلاص، بس انا عايز اقوله ايه؟ لو انت هتشتغل لازم الانجلش بتاعك يدي لك الاوبورتيونيتي ان انت تقدر يو كان يوز ات بروفيشنالي. ودي عشان كده احنا دايما بنقول تاني معلش محدش يزعل مني، عشان تبقى مدير مشروع دولي ناجح حد فاكر الثلاث حاجات؟ اول حاجه ايه؟ اللغه. اللغه ايه؟ الانجليش. وقلنا احنا خدنا العالم 700 سنه باللغه العربيه كانت نمبر 1. احنا النهارده ما بنقودش العلم ولا الفكر ولا الفلسفه، فلازم يبقى الانجليش بتاعي قوي ان هو يخليني اعمل كونتينوس امبروفمنت. نمره 2 ان انا بعد سنتين ثلاثه اربعه لازم اعرف يعني ايه اداره، لان هبتدي هتحول من تكنيكال لمدير. نمره 3 الكونتينوس امبروفمنت ان انا بحسن الكلام ده كله من اوله لاخره، ومعاها تحسين الانجليش بتاعي، تحسين الحاجه بتاعتي. انا بحب دايما بقول الكلام ده عشان برضه دي الاساسيات اللي هي بتاعتنا كمدير المشروع، اللي ما سمعهاش قبل كده يسمعها، واللي سمعها مره يسمعها الثانيه يسمعها الثالثه، يتاكد ان دي ثلاث نقاط اساسيه علشان تبقى مدير مشروع دولي. طيب العرض الشفوي بيتعمل ازاي بقى؟ لفت تحيه او مقدمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع النهارده كذا كذا كذا، ازاي يشرفني يسعدني وهكذا. ده كانت الترحيب بالحضور باختصار كده وبجمال كده وبرقه وبظرف، وتحسس الناس اللي معاك بالحب. ودي فعلا يعني اي حد نتفرج على مثلا الشيخ الشعراوي لما بيتكلم مثلا الله يرحمه، نسمع كلام البابا كيرلس الله يرحمه، برضو ايام الله يرحمه كنا بنسمع له كان بيتكلم ازاي. اعداد مقدمه للموضوع تثير الانتباه والاهتمام، لازم يبقى في مقدمه كده يعني ايه تأتراكت الناس للموضوع، يعني ما تبقاش الموضوع جامد او الموضوع انا حاسس ان هو يعني ايه اكاديمي قوي او بعيد عن عن عن, عن ان انا افهمه او بعيد، لا يبقى الايه اللي انت بتقدم له الموضوع ان انت داخل على حاجه ايه سلسه وسهله ولذيذه وحلوه يعني. تحديد فتره زمنيه للافتتاحيه، ما اقعدش اعمل الافتتاحيه بقى نص ساعه ولا ربع ساعه اقول ده انا وانا بقى ده انا اللي اخترعت البتاع ولا انا بقيت الهرم الاكبر
ولا انا عملت المشاريع اللي هي ما حصلتش ولا الكلام ده كله كلام ساكت زي ما بيقولوا اخواننا السودانيه يعني. يبقى حفاظ الزمالك الافتتاحيه كل ما كانت اقل وكل ما كانت اجمل وكلمات ايه يعني ايه اقرب يعني. محتوى العرض كنت انت بقى تقرر بقى هتقول ايه، تحديد ده الموضوع، اعداد الجيد لملخص الموضوع لان كل الموضوع بتخش عليه بتلخصه بتتكلم كلمتين ثلاثه، بعدين الاختبار لا الاختيار المدروس للنقاط اللي واجب تخطيطها والتركيز عليها. يعني انت اما بتقعد تحضر البرزنتيشن ده لازم تبقى عارف انت هتغطي على ايه او هتركز على ايه او هتعمل ايه. تحديد التسلسل المنطقي برضه لمحتويات العرض، ما يعني زي ما كنا بنتكلم مثلا في الموضوع بتاع التعصب المشاريع، ما اجيش اتكلم على اسباب التعصب مثلا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الفينشنج والهاندنج اوفر في الفاينل هاندنج اوفر، وبعدين اتكلم على ايه على البروبلمز اللي في الـ في 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 مرحله الدراسات. لا يبقى في تسلسل منطقي لمحتويات العرض. تجهيز المعلومات اللازمه لدعم الموضوع، انا عندي معلومات اللي هي هتعامل الموضوع بتاعي. طريقه شكل العرض بقى هي اما واقف او جلوس امام الحضور. انا شخصيا بفضل تماما الوقوف. الوقوف بيبقى البادي لانجوج بيفرق وبيعمل افكت كويس قوي، وبتبقى العين في العين وحاسس بالناس، وبيجي لك بقى وانت بتعمل عرض ومجتمع بالناس بنكته بقصه بحكايه يعني يعني بيبقى الكوميونيكيشن او الـ حلو جميل حاسس بالناس فيزيكال يعني. طبعا انا مستمتع بيها طبعا، لكن مش استمتاع كافي ان انا اشوف حضراتكم كده وايه ونتمتع بان احنا نكون مع بعض يعني. تحديد وسيله العرض اما بميكروفون او بدون. انا بفضل الميكروفون لان هو بيبقى في عندنا ميكروفونات كده بتتحط في بتاع، وانا عندي الحاجات بتاعتي عندي كده بتبقى لذيذه، او ما اقعدش ارخم نفسي بقى ماسك الميكروفون كده او الى اخره. لا بتبقى حاجات يعني بتتحرك براحتك وبتتكلم براحتك ميكروفون او بدون. الترحيب والحضور في الافتتاحيه القصيره زي ما قلنا. تحديد طريقه عرض هيكل الموضوع لازم احددها. احنا كنا زمان بنشتغل على سلايدز ونشيل سلايد ونحط سلايد، على فكره ده في اول الالفينات مش 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 من مش مش دلوقتي يعني، ده قريب يعني ده 20 سنه، فكان الموضوع مختلف تماما. يعني السلايد بيبقى معمول على ورق كده كالك ونحطه على الاوفر هيد سكرين، ويعني كانت الدنيا كانت صعبه جدا، صعبه جدا ما كانتش سهله كده. يعني دلوقتي ده دلوقتي احنا يعني ايه يعني قاعدين في موضوع سهل. الطريقه الافتتاحيه القصيره طريقه طريقه العرض هيكل الموضوع. استخدام المناسب لوسائل الايضاح، في حاجات وسائل ايضاح كتيره جدا ممكن نحط مثلا فيديو صغير كده دقايق، انا عملتها برضه في بعض البرزنتيشنز في التريننج. كان في واحد سعودي قوي جدا اسمه محمد حاجه كده، كان طالع الاول على العالم كله في الالقاء الحقيقه محمد يا ربي. المهم يعني ايه، انت ممكن في البرزنتيشن اللي انت بتعمله ده تحط فيه فيديوهات صغيره كده لقطات كده دقائق، تحط فيه صور مثلا ثواني، يبقى انت معاك ايه وسائل ايضاح معاك يعني. ممكن تدخل هنا على اللي اسمه ايه ده، على الانوتيت ده، وتعمل تعمل دروينج، تعمل حاجه فايه، يبقى انت بقى انت ايه الاتصال الفعال مع الحضور. يعني تبقى انت بقى ايه مع اتصال كل واحد. يا ريت برضو عاده لما بتبقى لقاء في مكان، عاده انا باخد بحط الاسماء قدامي بخليهم يكتبوا كل واحد اسمه بالترتيب. يعني لو انا مثلا صف فيه اربعه كده اربعه، دي برضو خبره برضو اللي عايز يشتغل في هذا الكلام، وكل واحد فيهم كاتب اسمه قدامي يعني ما بيغيرش الكراسي، فبحس ان انا يعني ايه لما حد له باسمه يا محمد يا علي يا خميس يا جورج يا جرجس يا كده، يبقى انا ايه يبقى الاتصال بيبقى اجمل لما تلاقي كل واحد باسمه وانت بتعمل البرزنتيشن. الاتصال الفعال مع الحضور، اعداد ختامه قصيره تلخص العرض. يجب على مقدم العرض ان يكون في حاله صحيه وبدنيه ممتازه او مستعد تماما لعمل العرض.
عيان مش قادر يعني الاعتذار عن العرض اكرم بكتير جدا من انك تعمل عرض وانت تعبان او انت حالتك النفسيه مش كويسه. لو اعتذرت عنده اشرف بكتير جدا واحسن ليك وللناس. التوازن العاطفي وعدم الانفعال اثناء العرض، مش حد بقى يقول كلمه ولا يقول حاجه ولا بتاع ولا تقوم تتنرفز ولا تعمل، لا يبقى عندك توازن عاطفي اتكلمنا عليه قبل كده. الحرص على التركيز على العرض وتاهيل النفس على الثقه في القيام به بطريقه احترافيه، ويتأثر ذلك بالخبرة السابقة، مهمة جدا الخبرة السابقة، يعني أنت مش من أول مرة، يعني أنا فاكر في أول يعني أول ما اتخرجت كنت بدرس في هندسة في جامعة اسكندرية، أنا كنت بذاكر الدرس اللي قبل ما أروحه مع إني كنت واخد مثلا في المادة دي امتيازات، إنما قبل ما أروح لازم أكون مذاكرها كويس أوي 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 عشان لسه بقى يعني أول مرة درست يعني في جامعة اسكندرية. اللي حتى البرزنتيشنز دي اللي انا بعملها انا يعني انا عملتها كذا مره قبل كده، قد تكون بالسلايدز دي او بغيرها، لكن لازم ارجعها كويس قوي تاني وابص عليها، ويفضل ان انا اعمل برضو يعني سيناريو يعني ترتيب للكلام هيجي ازاي والسهول هيجي ازاي. بقول لكم ده اللي هو الايه الابلكيشن العمليه لايه لعمل عرض الشغل بالتدريب على عرض قبل القيام به. يعني انت هتعمل عرض مثلا لاول مره او ثاني مره او ثالث مره ما تتكسفش، يعني زوجتك مش هتقول عليك اتجنيت ولا اهلك هيقول عليك ان انت يعني بتكلم نفسك، لا اقفل عليك الباب كده واعمل اي حاجه واعمله بنفسك. ولو عايز يعني ما تتحركش ان انت تجربه مع نفسك عشان تعرف التايمنج بتاعه قد ايه وعشان تعرف ايه السيناريوهات والاحتمالات اللي هتحصل معاك قد ايه مع ضبط النقاط المختلفه للعرض في اطار زمني محدد. مكان العرض، ملائمه المكان وسعه الحضور اتكلمنا عليها، توافر الهدوء والراحه قلنا اتكلمنا عليها، ملائمه الاضاءه والحراره والتهويه ده عادي، توافر التسهيلات اللازمه طبعا. نوع البرزنتيشن شكله ايه؟ احنا ممكن ان احنا في طرق كتيره بقى، يعني احنا ممكن يبقى سكرين كبيره، ممكن يبقى زي ما يبقى، يعني دلوقتي طبعا كلنا على كمبيوترز كل واحد قاعد براحته في المكان اللي هو فيه فمفيش مشكله فيها. سهولة الوصول للمكان ده في حالة ان احنا لو بنعمل عرض يعني مثلا عايزين نعمل عرض بشكل معين، ما اروحش انا ابقى بقى في القاهرة واحدد مكان العرض في اسكندرية، او ابقى مثلا في العاصمة الجديدة عشان العاصمة الجديدة واعمل العرض مثلا في القاهرة او العكس، يبقى انا لازم ايه الوصول للمكان لغالب الاو دي تي يبقى ايه مناسب. دي برضو عمل تجربة عرض قبل القيام بيه، لازم تعمل تجربة عرض فعلي، خلي بالنا فعلي يعني تعمله من اوله لاخره، ما تتحركش انك تعمل هذا الكلام ولا تعتقد ان ومحدش هيكبر على هذا الكلام. يعني زي ما كانوا بيقولوا عليها ام كلثوم الله يرحمها، كانت لغايه اخر مره طلعت على المسرح قبل ما بتدخل بتقعد تقرا الفاتحه وتسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والى اخره، اللي كانت ماليه العالم كله غناء وثقة وإلى آخره. إنما اللقاء مع الناس محتاج طبعا خبرة و و و كل ده من آخره، ومحتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى إن هو يوفقك إن أنت تنهي هذا العمل الجميل واللي بنستمتع بيه كلنا على خير. توقع أسئلة الحضور والاستعداد للرد عليها. دي برضه دي لازم تجهزها في دماغك وتبقى عارفها، لان لما تعمل تجربه فعليه تقدر تعمل سيناريو وتقدر تفصل وكلام من الاخر. واثناء العرض بقى لا تنسى خلق الانطباع الاول الجيد عنك، الثقه بالنفس، الابتسامه وروح الفرحه. بصراحه انا مش عارف انفذها يعني في اسمه ايه ده، يعني عمل لكم بعض فيزيكال بتطلع حاجات لذيذه، يعني واحد بيطلع نكته يقول قصه يقول حكايه، بتلاقينا متجاوبين وبتلاقي الدنيا ايه بقت يعني فيها ما ومرح وكلنا مع بعض يعني. انما بقى واحنا يعني على بعد كده في ما احناش عارفين ان احنا ايه ننفذ النقطه دي. الصوت الواضح والمؤثر، عشان كده احنا يمكن قبل البتاع ده كنت اخير والباشمهندس محمد والزملاء اللي هم بيديروا الموضوع بنبتدي قبل العرض شويه وبنجرب الصوت وبنعمله، بالاضافه بقى للايه المؤثر بقى، يعني ان انت يعني ساعات الصوت لازم يبقى عالي ساعات يبقى واطي ساعات يبقى
اللي هي شغل المقامات بقى، مقام السيكا والنهاوند والكلام ده اخره، مثلا الغناء او قراءة القرآن او الى اخره، يعني اللي هو التأثير. يعني في مقام بيؤثر سلبا، في مقام يعني دي ده موضوع ثاني جميل قوي برضه، بس طبعا مش هتكلم عليه. يعني التشويق واثاره الاهتمام، ان دايما انت تحس نفسك يبقى عندك طريقه ان انت تثير الاهتمام وتخلي الناس تبقى عايزه تكمل وعايزه تسمع، تسلسل منطقي في العرض زي ما قلنا. خلاص تجنب التكرار والحشو، فاقد بال اول الجيد عنك، الاستخدام المناسب لوسائل البحث، تكرار او الحشو. يعني مش نقعد نكرر كل شويه نفس الكلام في نفس الموضوع، لا. يعني في يعني ايه، يمكن انا بكرر في من 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 لقاء للقاء تاني. يعني عايز الناس دايما تبقى فاكره الفور فانكشنز اوف مانجمنت والفور ريسورسز اللي انا بديرها والثلاث حاجات اللي يحتاجها مدير المشروع عشان يبقى دوري. تجنب التكرار اول حاجه جدا، مهما كان السؤال اللي بيجي لك لازم تاخده بمنتهى السلاسه وتاخده بمنتهى الحب. الانصات الجيد زي ما اتكلمنا، تنصت انت وانت بتعمل العرض، تنصت جيدا للي بيسالك السؤال. ولو ما وصلتلكش الرساله تسال وتقول احنا يعني مش فاهم، انا مش عارف. مش عيب انك تقول انا اسف، معلوماتي في هذا الموضوع ما هياش قويه، سيبني مثلا للعرض الجاي، سيبني ابحث. لا تدعي معرفه حاجه انت ما تعرفهاش، ما تعرفش كويس. لازم تكون عارفها كويس جدا عشان تقدر ترد على الايه؟ على الايه؟ اسئله الحضور. نفسك ان انت تعرفها وانت ما تعرفهاش، لان دي انت ما بتتعاملش مع اي ناس، يعني ناس فاهمه. اللي بيحضر لك ده فاهم وعايز يعرف يعني، وهيقيمك بسرعه جدا، وما حدش يعتقد نفسه ان هو يعني ايه ده خطا جسيم، يعني يعتقد ان هو اذكى من حد. التكيف مع الانماط المختلفه لشخصيات الحضور، دي برضو دي عايزه هنتكلم عليها في السوشيال بيرسبشن، وهتكلم عليها في الكوميونيكيشن سكيلز، يعني تبقى عارف الانماط المختلفه للشخصيات. انا شاكر جدا 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 جدا، ومفيش كلمات تنفع يعني الصبر اللي انتم صبرتوه حوالي ساعتين ونص دلوقتي. بأسعد جدا 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 بيكم وبلقائكم، وانا تحت امركم في اي سؤال. مش هقول لكم سلام عليكم دلوقتي لغايه ما نشوف ايه انتوا تؤمروا بايه. تؤمروا باي حد لو عنده سؤال، وده انا والله لما بحضر اي برزنتيشن مع اي حد يبقى قدامي ورقه وقلم وبكتب طول ما انا قاعد بسمع، واي سؤال بيراودني بقى ايه بكتبه وبساله في الاخر بلا اي حرج. خليها البرنسبل من اي حاجه وقلم اي حاجه انا جاهز ان شاء الله. الوقت قدامنا شويه كمان لسه، خلينا ايه نسمع وربنا يقدرنا ان شاء الله ونقدر ان احنا نقول اللي انت عايزينه. وهشكركم جميعا بعد ما اخلص ان شاء الله الرد على الاسئله بتاعتكم. اتفضل باشمهندس محمد، اتفضل باشمهندس عمر. باشمهندس محمد، باشمهندس محمود، سوري اسف يا محمود معلش. باشمهندس محمود يا مع حضرتك يا دكتور. باشمهندس عمر باشمهندسين طيب. لو حد عنده اي سؤال، لو في اي اسئله بقى انا يتفضل يعمل ريس هاند ويفتح المايك عادي يكلم الدكتور. لو في حد حابب يشاركنا بسؤال مثلا برضو على الشات برضو يتفضل، مفيش مشاكل. باشمهندس احمد سعود تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا باشمهندس احمد. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك حضرتك؟ اهلا بيك. ربنا يبارك. اهلا بيك. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. هو انا سينيور الله يبارك فيك. فبماشي المشكله دايما مع حضرتك ناقشتها دلوقتي بالظبط، اللي هي مشكله انت تعمل
كوميونيكيشن مع حد اندر مثلا اندر تكنيكال اوفيس مانجر او كده، فبيعتبروها ده دايما سر حربي، ولا ارجع للتكنيكال مانجر بتاعي وهيعمل لي مشكله وكده. الـ 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 الفكر ده موجود فعلا في مصر بطريقه كبيره جدا، والواحد يعني انا عندي دلوقتي 24 سنه خبره في المجال ولسه لغايه دلوقتي ما فيش فيه تعديل خالص نفس الفكر ده. وللاسف برضه كتير مديرين مشاريع. اتفضل يا فندم. سامعني يا فندم؟ اتفضل حضرتك. انا سامعك. كتير مدير مشاريع مش عاملين. ايوه يا باشمهندس احمد سامعك. كتير مدير مشاريع مش عاملين كوميونيكيشن بلان سبورت، اللي انت ازاي الكوميونيكيشن تتنقل في المشاريع. فالموضوع ده انا شخصيا مش عارف اتعامل معاه لغايه دلوقتي، وبحاول ايه بكل بقى الاكسبيرينس بتاعتي وكده على ما اخد معلومه وسبورتد بدوكمنت زي ما حضرتك عارف عشان اطلع ريبورت للتوب مانجمنت او كده. فتنصحني بايه بس في الموضوع ده؟ هقول لحضرتك على حاجه عشان برضو ايه نبقى يعني انا شخصيا احد الاعمال اللي عملتها اللي هو بلانينج طبعا ان جنرال، بس السكيدول انك لان انت طبعا وظيفتك كبلانر ان انت بتعمل السكيدولينج، بتحط المايلستونز الكلام ده كله، بعدين بتيجي تتابعه بقى مع الايه مع الشغل. انا شخصيا مش قصه بنصح، انا بنصح بشده ان ما فيش حاجه اسمها بلانر يعمل برنامج زمني لوحده. لازم اما بتحط الاسس بتاعت ال اما تيجي تعمل برنامج زمني بتاعك لازم تجمع الناس كلها المشتركه في المشروع. يعني يبقى معاك الكونستراكشن مانجر، ويبقى معاك هيبقى انت عندك اكتيفيتيز مع التكنيكال اوفيس، ويبقى معاك التكنيكال اوفيس مش لازم الهيد اوف ذا سيستم يعمل ديليجيشن لحد عنده، انما لازم كل انواع الاكتيفيتيز اللي عندك. عندك البروكيورمنت اند من ضمن البلان بتاعك او السكيدول بتاعك ان في رسومات بتتعمل، في ماتيريال بتدخل، لازم يبقى بروكيورمنت مانجر معاك اي 1 واي 2. ايوه في حاجات بتاعت السايد، وفي اللونج ليد ايتمز خلاص. وبعدين عندك انت بالنسبه مثلا للاكتيفيتي اون سايت، مش في كل السايت الريس بتاعت الحاجه بتبقى هي يعني احنا حاطينها من واحنا صغيرين ان مثلا لو بتحفر حفر يدوي اللي بيحفر حفر يدوي له 3 متر مكعب في اليوم، الوقت الكلام ده مختلف. واخد بال حضرتك؟ فيعني ايه في كتب موجوده وقديمه ومن زمان جدا، وكتب انا شفتها بالانجلش وبالجيرمان كانت زمان قوي بكلم زمان يعني قبل ما غالبيه اللي موجودين دول اتولدوا يعني. انما دلوقتي وفي كتب بلغه بالعربي ناس اساتذتنا كبار عاملينها. المعدلات اختلفت تماما لان الانسان اختلف. الماتير الماشينز بقت اكثر تطورا، فانت لازم الكلام ده لازم ده يبقى معمول ما عندك يا اما موجود داتا عندك من بريس بروجكتس. انما اللي بنصح بيه اللي لازم يتعمل، انت دلوقتي في اللين بروجكت مانجمنت انت في فيلوسفي اوف لاست بلانر اللي بيعمل بلاننج ده اللي هو الاخر واحد اللي هو المفروض. فانا دلوقتي اللي انا بنعمله طول عمري يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عمري ما كنت اعمل تايم سكيدول الا اذا كان الناس المتخصصين قاعدين التكنيكال اوفيس هيخلص مثلا الشوب داون في قد ايه، هيخلص الاسبيلت في قد ايه لان هنتحط في البلان هيخلص. فاهمني حضرتك؟ ايوه يا فندم. الترند الجديد ان انت ما بتعملش القايم على الاجايل، انت ما بتعملش كل حاجه من الاول، انت بتقسم فيزز ما بتعملش الكلام ده كله من اول اخره. فانت ديورنج الكلام ده لازم تشارك كل الاقسام وكل واحد في 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 في, في مكانه الجزء اللي هو بتاعه. فاهمني حضرتك؟ يعني بتاع البروكيرمنت لازم يبقى عارف هو الاكتيفيتيز بتاعته هتطلع امتى، لان في حاجات منها كتير، حاجات هتيجي من الصين، حاجات هتيجي من الهند، حاجات هتيجي من امريكا، حاجات هتيجي من فرنسا، فاللي يبقى عارف اللونج ليد ايتم
قال لهم نيد ايتمز، في حاجات انت عشان تجيبها من جوه مصر والتصنيع هتتصنع، مثلا الدكس بتاعت التكييف دي هتاخد وقت قد ايه ومنين، فلازم الكل يشارك في هذا الكلام. اللين بقى اللي هو يعني اخر حاجات الترند بتاع اللين، ان انت بتقسم فيزز خلاص، وبرضه البرنس 2 كده، ان انت بتعمل الفيزز وعارف اللي هو الفيرست لاين في الـ في الـ في الـ في البريك داون بتاعك، وبتعمل الفيرست لاين بتاعك، وبعد كده كل ما بتمشي فيز يعمل ايه الديتيل بتاع السكيدول بتاعها، وده الاساس اللي قايم عليه ايه اللين بروجكت مانجمنت، فاهمني؟ فالموضوع عايز صبر منك، وعايز تحاول تشرك مدير المشروع وتقنعه ان انت عايز تعمل حاجه اكشوال. الموضوع مش برنامج زمني علشان انا احطه في الملفات وعملت برنامج زمني واقدمه للاستشاري يسقف لي او لمدير المشروع يسقف لي ويقول لي ابروفد. لا، ده البرنامج الزمني لازم متعلق على الحيطه للناس، واقف عند الخط لما انا ادخل، لما انا ادخل مثلا كبروجكت دايركتور او ادخل كاونر حاجه، اجيب خط عادي خالص، مسطره عاديه، مسطره طويله كده، واحطها على اليوم اللي انا فيه، الاكتيفيتي اللي قبل كده خلصناها ولا ما خلصناهاش، يبقى تكون واضحه بشفافيه. فاهمني حضرتك ازاي؟ فانت كل ما البروجكت مانجر والبلاننج مانجر او السكيدولر اللي في الموقع مشارك الناس كلها اللي في الموقع البرنامج الزمني، وشاركهم اهميه ان المتابعه دي هتنفعهم، وهتبين وبين انجازات. يعني انت مش دورك ان انت تبين حاجات متاخره بس، لا، ده انت تبين انجاز، والانجاز ده في الحته بالظبط. الله ينور على اللي عمل هذا الكلام، يعني تبين ان شغلك اولا ده من اهم الامور اللي في الـ في الـ في الـ في الـ. انما في مشكله وهقولها لك برضو في الـ في الـ في البلانرز او في السكيدولرز، دايما عاملين موضوع كهنوت طبعا، وما اظنش ان انت من النوع ده. يعني ايه؟ يقول لك الايرنست فاليو دي ده ما حدش هيفهمها ولا حد هيعرفها غيري. لا، دي بمنتهى البساطه ان شاء الله هيكون في نصيب وهنبين هنا للناس عشان يعرف البلان اللي بيعمله في القاهره. انا بعلم مدير المشروع، بعلم الناس اللي بتشتغل ازاي يعملها بايده، ازاي يعمل فور سبستيوشن والباك سبستيوشن، وازاي نعمل كراشنج، وازاي نعمل الريسورس الوكيشن، وازاي نتابع. هنشوف في لقاءاتنا ازاي اقدر اعملها بايدي، لان البروجكت مانجر الحقيقي لازم يقدر 40 50 اكتيفيتي، عارف يعني ايه يعمل العلاقات اللي ما بينهم بالظبط، وازاي يحسب، وازاي يعمل سبستيوشن. ان شاء الله دي هتبقى موضوع، وهتبقى موضوع جميل جدا وسهل جدا، وهيبقى له برضو لقاء وواضح للناس. فلازم كل واحد مسؤول ان اللي انت بتعمله ده مهم جدا له هو بيرسونالي ولنجاح المشروع، لان زي ما قلنا لو انا بيرسونالي، هو انت بقى دي مشكله. انا بقول لحضرتك المشروع ما عملوش ميتنج ويكلي ميتنج، يعني اجتماع اسبوعي واجتماع اسبوعي زي ما اتكلمنا عليه النهارده بالظبط، لو ما عملناهوش اسبوعي هذا المشروع لن ينجح. هو لن ينجح يعني ايه؟ هو هيتم. انا فاهم فاهم يا باشمهندس احمد سعود، مش كده؟ مهندس احمد اللي بيتكلم معايا. فده اللي انا بقول لك عليه، وعشان كده انا دعوتي للجميع لحضور اللقاءات دي، واللي ما يلحقهاش يدخل على اليوتيوب بعد اذن باشمهندس محمود، ونخليه بعت لكم كلكم، ادخل بص عليها. يعني اللي احنا بنقوله ده ما يعني موجود طبعا في الكتب واساتذتنا الكبار بتوع بروجكت مانجمنت. ايوه يا باشمهندس احمد، يعني احنا انا كلامي واضح لحضرتك؟ انا مش سامعك على فكره كويس. شمس احمد،
باشمهندس احمد، باشمهندس احمد. لا واضح جدا يا فندم، واضح، بس الكلام واضح. اي ثانيه واحده يا مدير. ايوه السلام عليكم. تمام الله بركاته. الو الو ايوه يا فندم. ايوه يا فندم سامعني كده؟ ربنا يجزيك خيرا. بقول لحضرتك دلوقتي، طب موضوع الكوميونيكيشن بلان حضرتك هتتكلم فيها؟ ان شاء الله، ان شاء الله. يمكن برزنتيشن مش جاهز، بس هو الموضوع الكومبيتيشن بلان ده مش صعب ولا حاجه. ده طب انا عارف في ابسط حالاته انك بتعمل جدول وبتحط فيه كل البتاع وبتاع، هو اللي هيبقى يعني جميل شويه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يقدرنا نعمله، اللي هو الستيك هولدر اناليسيس. يعني الاناليسيس بتحط فيه الكلام ده كله من الاواخر، بتحط فيه الكومبيتيشن بالظبط، وبتحط فيه الكلام ده كله من اول لاخره. فده موضوع very interesting، وانا يعني مش فاكر والله عملته قبل كده ولا لا، بس لا I'm interesting ان انا يعني احطه بشكل اوضح وبشكل practical. هيبقى فيه communication plan، وهيبقى فيه الليست، وهيبقى فيه العلاقات ما بين الاقسام المختلفة وبعضها، وان شاء الله خير، ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله، باذن الله.